السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالحضور جميعا في محاضرة اليوم، ونرحب أيضا بالضيوف الكرام اللي شرفونا اليوم بحضورهم. أذكر منهم الجماعة اللي دعاهم أبو حيدر، أستاذ نوري، الأستاذ أيهم محمود، الشتبان عبد الرسول، أستاذ جواد عبد الكاظم، أستاذ مؤيد عبد الهادي، الست شرع عبد الحسين، الست بني زهير، الأخ مصطفى أيضا دعا مجموعة من المهتمين بهذا الموضوع مشكورا، منهم الفريق المتقاعد حاتم الراوي، دكتور عبد الجبار خليفة، نرحب بك ومشتاقين دكتور، شفناك يعني على الأقل نسمع حسك بعد هاي الفترة، دكتور فلاح داود، مهندس خليل إبراهيم جلال، مهندس صباح الهاشمي، مهندس همام محمد صالح، مهندس أحمد موفق محمد، المهندس سليم دوهان فرحان. نرحب بكم جميعا من طرف الأخ مصطفى، الأخ جوزيف أيضا دعا ثلة طيبة، دكتور خالد الكبيسي، دكتور مازن الآلوسي، أستاذ كامل بطرس، أستاذ عبد السلام محمد، دكتور موريس حبيب، أستاذ عبد السلام محمد، مهندس فادي جوزيف حبيب، مهندسة دنيا جوزيف حبيب، أستاذ موريس بهنام. وأعتذر إذا أكو مثلا جماعة موجودين يعني ما شفتهم بهاي الأسماء اللي وصلتني الحقيقة، بس أنا أرحب بالجميع. أكو جماعة طبعا دزوا اللينك إلى جماعة أخرى، فيمكن ما صار سيطرة كاملة على الموضوع. فنرحب بكم جميعا إخواني، نرحب بأعضاء التجمع المحترمين، نرحب بالضيوف الكرام والضيفات الكرام الكريمات عفوا، ونشكر لكم حضوركم محاضرة اليوم اللي هي حقيقة نعتبرها في تجمعنا الفتي، تجمع العراقي اكسبرت انجينيرز جروب او تجمع مهندسي الخبره العراقيين، وهو تجمع من مجموعه مهندسين موجودين في مختلف انحاء العالم، طبعا هذا حال العراقيين، وعندنا في بغداد، عندنا في كندا، عندنا في انجلترا، موجودين في امريكا ايضا. يهدف التجمع الى عمل دراسات لخدمة الواقع العراقي ولحل مشاكله، وكذلك لخدمة الإنسان العراقي بالدرجة الأولى. يهدف التجمع كذلك إلى تدريب الشباب المهندسين الحديثي التخرج أو الراغبين في حضور دورات تدريبية أو في اكتساب خبرة أو نقل تكنولوجيا. أيضا احنا أكو برنامج تدريبي بإشراف الأستاذ نوري، برنامج متكامل، بدأ البرنامج بأوراكل، حقيقة برنامج جدا ممتاز لتعليم دورة أوراكل، حد الآن أعتقد 6 حلقات سووا، إضافة إلى محاضرات علمية مبنية على مقترحات لمشاكل وحلها. نتمنى أيضا ينتمي أيضا دكاترة مهندسين في العراق، لغرض أنه هذه أيضا تترجم إلى مشاريع إلى الطلبة، لأنه إحنا كنا نعاني الحقيقة من مشاريع غير عملية في وقتها في لما كنا طلاب، بينما مشاريع العملية اللي تفيد الواقع وتم دراستها من طرف خاصة طلاب أكفاء ومتفوقين لحل المشاكل المجتمع ولحل المشاكل الصناعية على مستوى الهندسة الميكانيكية والكهربائية، أيضا هذه هدف نبيل الحقيقة وهو هدف المهندس. كل دراسة طبعا هندسية يجب أن تكون مدعومة بجدوى اقتصادية، فإحنا ماكو فايدة نسوي دراسة إذا ما بها جدوى اقتصادية، وهذا ما ندعو له بالتجمع الحقيقة. وهذه دراسة اليوم اللي راح نعرضها هي دراسة متكاملة جهد تقريبا 4 إلى 5 أشهر من قسم الدراسات في التجمع اللي يشتمل على مهندس كهرباء واحد هو دكتور عمار منير الصابونشي، موجودة الأسماء قدامكم على الشاشة، مهندسين ميكانيك أيضا أستاذ علاء سلوم، أستاذ علي الكناني،
استاذ جوزيف ياسي وكمال المهندس كمال حسونه والمهندس سعد المفتي. نعمل جميعا طبعا احنا هذه المجموعه احنا ايضا ننسق مع باقي المهندسين في التجمع، يعني في سبيل انه اذا اكو مساعده مطلوبه او يعني احصائيه او شيء او معلومات مثلا خاصه من الواقع العراقي ايضا نتصل، وايضا عندنا جماعه بالاقليم ايضا نتصل بهم مهندسين من دورتنا ودورات اللي قبلنا واللي بعدنا. فنرحب بكم جميعا اخوان، وراح نبدا المحاضره مال اليوم اللي هي الحقيقه حل متواضع لمشكله الكهرباء في العراق. احنا كان اكو مقترح من الاخ جوزيف اللي هو احد اعضاء لجنه الدراسات في التجمع، اقترح مشروع سماه مشروع المليون بيت شمسي، يعني انه يعني نصب منظومة شمسية في مليون بيت شمسي. احنا بعد شوية راح نشوف بالمحاضرة اكو تقريبا 3 ملايين يعني بيت في العراق، يعني مجموع هسه راح يبينها بعدين استاذ سعد لاحقا، فثلث يعني تقريبا هذا الهدف. احنا تقريبا نبدي ونقول بعدين خطوة الميل تبدأ بخطوة، فاحنا اللي علينا كمهندسين سوينا احصائية على ما موجود في السوق. السوق طبعا العراقي موجود بطاقة شمسية، مو ما موجود، مو يعني احنا هذا مو مخترعين من عندنا، السوق العراقي موجود ب فوتوفولتايك سيلز بانلز، موجود ب بطاريات، هسه قال الاستاذ نوري يعني عندي بطاريات بالبيت، موجود ب انفرترز، لكن اللي موجود هو نوع تجاري. يعني الحقيقه يعني ما يعني احنا من جينا دورنا عن مواصفات، يعني استاذ سعد المفتي نزل الى السوق العراقيه وراح شاف لنا الشركات وجاب لنا احصائيه بما موجود ومن مواصفات الحقيقه، وانا هنا أنا قاعد في كندا واشوف هنا شنو النصب وشنو من قوانين لازم تطبق، والدكتور عمار صابونشي ايضا اللي اشتغل بجهد عظيم على هذا المشروع أيضا قاعد في دبي، وأيضا نقارن بالمواصفات اللي موجودة في دبي. أنا كمستهلك أول شيء همني أنه لما أشتري فالشيء أريد الضمان، يعني أنا لما أستثمر فلوسي في مشروع أريد واحد يضمن لي أنه هذه فلوسي ما راح تضيع علي ورا سنة أو ورا سنتين أو ورا ست أشهر بسبب سوء تصميم أو بسبب عدم اختيار جيد للمنظومة. هذا هو هدفنا الرئيسي الحقيقة بغض النظر عن الكلفة. فإحنا اليوم بهذا البحث المتواضع اللي سميناه Design and Feasibility of a Solar Photovoltaic System to Solve Iraqi Electricity Chronic Everlasting Problem for a 15 Ampere House، يعني هذه مشكلة الكهرباء المزمنة والدائمية في العراق، إحنا هسه حاليا نقترح حل إلى بيت وسط يعني يحتاج إلى بيك 15 أمبير سينجل فيس أو ثلاثة فيس 5 أمبير كل فيس. فاللي سويناه أنه تصميم يعني اختيار منظومة شكل مغاير تماما عما موجود في السوق، يعني سوينا بحث على مستوى العالم وحتى في كاليفورنيا لما صارت الحرائق صارت شكاوي هواية، قالوا احنا فصل عندنا كاليفورنيا هواية مهتمين بتوفير الطاقة وبفائدة الانفايرومنت وكذا، من صارت الحرائق انطفت عليهم بعد ما دا يفصل لانه الانفرتر مختاري غلط، لازم يغيرون الانفرتر على مود يشتغل المنظومة. فاحنا كل هذه النقاط اخذناها بنظر الاعتبار، ودكتور عمار ان شاء الله راح في الجزء الثاني راح يعني يذكر لكم تفاصيل أكثر بشكل عام. الحقيقة اليوم احنا ما راح نذكر التفاصيل، ما راح ندخل بالتفاصيل الخاصة كلش، يحتاج لها وقت طويل، احتمال في محاضرة ثانية ينظمها دكتور عمار يدخل فقط في مجال التصميم والموديل اللي اتبعناه في اختيار المنظومة. المنظومة أيضا مبنية على حمل البيت
اللي أخذناه من وزارة الكهرباء الأخيرة حقيقة آخر شيء حصلناه من 2013، يعني حمل البيت مبني على حمل بغداد يعني مو، وهو حمل الحقيقة شوية شكله غريب، فإحنا هذا اللي استخدمناه في البحث مالتنا. ما أريد أذكر لكم كل التفاصيل، دكتور عمار راح يذكر بعدين، بس راح نبدأ بالجزء الأول. الجزء الأول هو نبذة عن السوق العراقي والكهرباء في العراق، راح يلقينا يا الأستاذ سعد المفتي. أستاذ سعد المفتي هو بكالوريوس هندسة ميكانيك سنة 79، خبرت العملية عمل طويلا في المعامل يعني الصناعية مثل منشأة بدر في تصميم عدد القياس وقوالب البلاستيك، قوالب الطرق الحار، تكنولوجيا المساحيق، سباق الدقيقة. عمل أيضا في منشأتي الفاو والنداء، وعمل بعدها في شركة العامة للصناعات الكهربائية. عمل أيضا في القطاع الخاص من 96 إلى 2000، فترة قليلة خارج العراق في الإمارات واليمن. عمل أيضا في وزارة الكهرباء في معمل تصليح وحدات التوليد، إصلاح وتأهيل التوربينات الغازية والبخارية والموازنة الديناميكية وطلاء المساند بالمعدن الأبيض واللحام المتخصص فترة طويلة تقريبا 20 سنة. يعمل حاليا كاستشاري أعمال حرة بعد التقاعد. ونرحب بالأستاذ سعد، إذا تسمعني أستاذ سعد تفضل، أنا راح أفر لك السلايدات. أسمعك، شكرا جزيلا أستاذ فارس. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريحة الأولى، أسباب نقص الكهرباء. أسباب نقص الكهرباء يمكن إجمالها فيما يلي: نقص الطاقة الكهربائية، الإنتاج والنقل والتوزيع، تقادم المنظومة الكهربائية. السبب الثالث، زيادة الاستهلاك السنوي لزيادة السكان والنشاط الاقتصادي والبشري. نقص الوقود، صناعة الطاقة تعتمد على الكهرباء والوقود، وكلا الوزارتين العراقيتين النفط والكهرباء لديهما عجز عن تلبية حاجات العراق. ضعف مزيج الطاقة العراقي، ضعف البنية التحتية للإصلاح والتأهيل الشامل وصناعة الأدوات الاحتياطية ومكونات منظومة الطاقة وتعرضها للمنافسة الأجنبية. الاعتماد على جهتين، النفط أو الكهرباء، لحل مشكلة الطاقة دون إعداد خطة وطنية واستراتيجية يشارك فيها كل قطاعات البلد، القطاع العام، القطاع الخاص، الأفراد، وبكل الإمكانات المتاحة. ضعف بنية الاستثمار وتلكؤ مشاريع، عدم توفير الوقود له، كثرة التجاوزات وقلة الجبايات، وضعف ترشيد الطاقة. الشريحة التالية، أرقام مستخلصة من تقرير وزارة الكهرباء العراقية سنة 2018، وهذا هو آخر تقرير موجود في الشبكة. الطاقة المطلوبة سنة 2018 هي بحدود 22,000 ميجاوات، الطاقة المجهزة بحدود 12,000 ميجاوات بنسبة 54% لعدد سكان 33 مليون. هذه الأرقام لا تشمل إقليم كردستان. نرى أن هناك عجز كبير في الطاقة، المطلوب 22,000 والمجهز 54,000. النقص في الطاقة بحدود 10,000 ميجا وبنسبة 46%. الطاقة المتجددة ضئيلة للغاية في مزيج الطاقة العراقي، تنحصر في المحطات الكهربائية وبنسبة 2% من الطاقة المتجددة، بينما الشكل التالي يبين مزيج الطاقة الولايات المتحدة، والشكل الذي يليه استخدام طاقة الشمس والرياح في الدول العشرة الأولى في العالم، وفيه يظهر الفرق، كما يتبين كذلك قلة كفاءة وحدات التوليد بالنسبة لسعتها التصميمية وحسب تقرير وزارة الكهرباء. الشكل البياني مزيج الطاقة، وكذلك شكل بياني أكثر بلدان العالم استخداما طاقة الشمس والرياح. الشريحة التالية الأستاذ فارس إن أمكن. الشريحة التالية إن أمكن أستاذ فارس. هذه هاي مال يو اس. مزيج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية ولأغراض المقارنة مع العراق، وكذلك
طاقة الرياح مزيج الطاقة في الولايات المتحدة، نجد أنه النفط 37%، الطاقة النووية 8%، الفحم 11%، والغاز الطبيعي 32%، والطاقات المتجددة 11%، بنسبة 9% للطاقة الشمسية. الشريحة التالية نمكن. فلا أكثر دول العالم استخداما للشمس أول 10 دول والطاقة الرياح، ألمانيا نسبة 42%، والمملكة المتحدة 33%، وأستراليا 17%. الشريحة التالية نمكن. المستهلكين تصنف 5 أصناف: صناعي وزراعي وحكومي وتجاري. صناعي وزراعي وحكومي وتجاري ومنزلي كذلك. هذه هي الأصناف 5 للكهرباء. الشريحة التالية يمكن سنستعرض ذلك في الجدول التالي. عدد المستهلكين للاستخدام المنزلي يبلغ 3,200,000، نسبة 75% من مجمل الاستهلاك. هذا يعني سوق كبيرة واعدة للاستثمار والبنية التحتية لصناعة الطاقة الشمسية، ولا يوجد تصنيف لهم حسب معدلات الاستهلاك. نستنتج أنه يجب إدخال الطاقة الشمسية للعراق وكذلك بقية أنواع الطاقات المتجددة، تغيير نسب مزيج الطاقة في العراق مما يعزز من إمكانيات صناعة الطاقة والتي ستتكون من الوطنية ومولدات الأحياء والطاقة الشمسية كجزء رئيسي من الطاقات المتجددة وحسب مفهوم المنظومة الهجينة. الشريحة: حجم النقص وساعات الانقطاع في مختلف المحافظات والفصول. نقص الكهرباء يختلف بحسب فصول السنة، في الشتاء والخريف والربيع تقل ساعات القطع بشكل كبير، الجو في المنزل غير مزعج ولا يحتاج إلى أجهزة التكييف أو المراوح، يمكن تدفئة المنزل بالنفط والغاز والكهرباء في ساحات التجهيز. أما الماء الحار فالمرجل الجيزر يخزن الماء الحار يعمل عند مجيء الوطنية، وبذا أن هذه الفصول مريحة للمستهلك ولمالك مولدة الحي وزارة الكهرباء التي يقل الضغط عليها. ولو أن هذا الأمر الآن نجد أنه لدينا أزمة حتى في الشتاء. مختلف المحافظات متقاربة برمجة انقطاع الكهرباء مع وجود بعض الاستثناءات. فصل الصيف يطول ليمتد 6 أشهر، هو المشكلة الحقيقية. الجو حار مما يزيد الاستهلاك ويقلل من كفاءة النقل ويزيد من الأعطال وللوطنية والمولدات الأحياء، بالإضافة إلى نقص الوقود وغلاء إجمال ساعات التجهيز. أشهر الصيف تكون 12 ساعة في اليوم، ويعدل تناوب ساعتين قطع وساعتين تجهيز. الشريحة: معدل الحمل المطلوب والمجهز للمنظومة الكهربائية، نجد أن المجموع عدد السكان الكلي 32 مليون تقريبا 33 مليون، معدل الحمل المطلوب 22,000 ميجاوات و500، والمجهز 12,109 بنسبة 54%. الصفحة التالية. الشريحة التالية إن أمكن. أصناف المستهلكين: يصنف المستهلكون إلى 5 أقسام كما قلنا: منزلي وتجاري وصناعي وحكومي وزراعي. المنزلي يقسم إلى 4 أقسام: من 1 إلى 1,500 كيلو واط ساعة، تعريفة 10 دينار لكيلو واط ساعة، من 1,500 إلى 3,035، من 3,000 إلى 4,080، أكثر من 4,120. التجاري 3 أصناف وبأسعار كذلك مختلفة. الصناعي صنف واحد 60 كيلو واط، والحكومي أيضا صنف واحد، والزراعي صنف واحد. الشريحة التالية نمكن. توزيع الطاقة الكهربائية حسب أصناف المستهلكين، نجد أن إجمالي الطاقة المباعة حدود 39 مليون و593 993،
المنزلي نسبة 59%، التجاري 6%، والصناعي 12%، والحكومي 15%، والزراعي 1%، والمتجاوزون 7% ميجا واط ساعة. هذه هي وحدات الجدول. الجدول التالي إن أمكن. هذا هنا العدد الكلي لأصناف المستهلكين. نجد أنه المنزلي يبلغ عدد المستهلكين 3,200,000 مستهلك بنسبة 75% من إجمالي الزبائن، والبقية تتوزع على بقية القطاعات للاستهلاك. الشريحة التالية إن أمكن. هنا هذا الجدول يبين لنا محطات الإنتاج والسعة التصميمية لها. السعة التصميمية لمحطات الطاقة البخارية 7,305، أو للوحدات العاملة 5,575، ومعدل الإنتاج 3,270، للغازيات 13، ومعدل الإنتاج 5,000. نجد أنه هذه النسبة فيها هدر كبير بالنسبة للسعة التصميمية نتيجة لتقادم المحطات ولضعف الصيانة. الشريحة التالية إن أمكن. شكراً أستاذ سعد لإلقائكم. شكراً أستاذ فارس. شكراً أستاذ سعد على إلقائك الممتاز بالنسبة إلى مشكلة الكهرباء. لخصها حقيقة رقمين مهمة، أنه أكو 3 ملايين مستهلك الكهرباء، يعني 3 ملايين بيت للكهرباء، و 54% من الكهرباء فقط هي مجهزة، و 46% معتمدة على المولدات الشارع. الحقيقة هذه الأرقام إحنا اللي تهمنا بالبحث، لأنه إحنا يعني هدفنا هو المستهلك اللي إنه يكون البيوت، يعني اللي هي 75% عدد هائل من نسبة المستهلكين. إضافة إلى أنه هذا التقرير في سنة 2018 ليذكر أنه أكو متجاوزين 7%، وأكو تجهيز فقط تقريبا نص الوقت أو نص القدرة هي تجهيز من الدولة أو من الجريد 54% فقط. هذه الرقمين هي الحقيقة اللي تهمنا. الجزء الثاني من المحاضرة راح يلقي علينا دكتور عمار منير الصابونشي، اللي هو المهندس الكهرباء الوحيد عندنا في لجنة الدراسات، ولهذا كان عليه حمل كبير الحقيقة في عمل الموديل الرياضي للمنظومة واختيار أجزاء المنظومة. الجزء الثاني هو يتعلق بالengineering modeling and selection of the solar system. دكتور عمار الصابونشي هو دكتوراه في الهندسة الكهربائية من انجلترا في سنة 2011، خريج جامعة التكنولوجية سنة بكالوريوس 84 والماستر 89. نشر تقريبا 20 بحث في مجال اختصاصه في الهندسة الكهربائية وفي الطاقة الشمسية. يعمل من سنة 2014 إلى الآن هو Solar Specialist at Dubai Electricity and Water Authority في الإمارات المتحدة. Main role is to regulate, develop and implement the distributed photovoltaic integration program إلى المديرية اللي يعمل بها. من 2008 إلى 2014 Research Team Leader of On-Grid Photovoltaic Applications at Abu Dhabi Water and Electricity Authority. فانتقل من قبلها كان في أبو ظبي، الآن هو في دبي في نفس المكان، يعني في نفس مديرية الكهرباء. 2001 إلى 2008 Head of Research Funding Program at the Arab Science and Technology Foundation أيضا بالإمارات. من 90 إلى 98 Head of Photovoltaic Application Department at the Solar Energy Research Center في بغداد من سنة 90 إلى 98. نرحب بالدكتور عمار، وهو إضافة نوعية إلى تجمعنا وإلى لجنة الدراسات. وتفضل الدكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا اشكر الاستاذ فارس والاخوان، دورهم بالدراسه كان ما يقل عن دور، يعني الكل تعب بالدراسه، كل من حسب مجاله. بالنسبه لاستخدامات الطاقه الشمسيه، يعني مثل ما تعرفون استخدامات الطاقه الشمسيه يعني خلينا نقول بدات بشكل مؤثر من السبعينات، لكن في ذلك الوقت كان كلفة تصنيع الألواح الشمسية مرتفعة وغالية، ولذلك كان استخدامها يقتصر على الأماكن النائية والأماكن اللي يصعب توصيل الشبكة الكهربائية لها، وكانت المنظومات تعمل بمعزل عن الطاقة الشمسية بما يسمى off grid PV system. Next. لكن الشيء الزين أنه أسعار الألواح الشمسية يعني بدأت تنخفض بشكل سريع من ذاك الوقت وإلى يومنا هذا. الشكل هذا يبين معدل الأسعار خلال العشر سنوات الأخيرة. نشوف أنه في سنة 2010 سعر الواط الواحد للألواح الشمسية تقريبا كان 2 دولار، لكن الآن بال 2020 نزل إلى تقريبا 30 سنت. طبعا انخفاض الأسعار يقابله بشكل عكسي ارتفاع بالتطبيقات، ولذلك نلاحظ أنه التطبيقات في سنة 2010 لمنظومات الطاقة الشمسية الفوتوفولتائية كان تقريبا يعني 20 أو شوية أكثر من 20 جيجا وات، لكن من 2020 وصل إلى 140 جيجا وات، والنمو مستمر يعني ما توقف ولا فتر، بدليل أنه الاستخدامات هذه أثبتت فعاليتها وكفاءتها وأهميتها كل ما يتقدم الزمن وكل ما تتطور التكنولوجيا. Next. طبعا نتيجة لتناقص أسعار إنتاج أو بيع الألواح الشمسية، يعني لم تعد اقتصادية فقط في الأماكن النائية، يعني الآن أصبح من المجدي استخدامها أيضا داخل المدن، وطالما داخل المدن عندنا شبكة كهربائية، فأيضا المنطق أنه الألواح الشمسية المنظومات الطاقة الشمسية والشبكة الكهربائية يعني يعملون معا، والطريقة اللي يعملون بها يسموها parallel operation، يعني مو مثل ما واحد عنده جنريتر ويستخدم انترلوك ويستخدم أما الكهرباء أو الجنريتر، لا يعني يعملون بما يسمى بالparallel operation أو on-grid PV system، بحيث البيت يتغذى من مصدرين في آن واحد اللي هم الألواح الشمسية والشبكة، يتغذى بشكل أساسي من الألواح الشمسية، وإذا كان أي فائض في توليد الطاقة يتم تصديره إلى الشبكة، وإذا كان أي نقص من الطاقة يتم تعويضه من الشبكة. وبهاي الحالة يعني حتى ما تحتاج بطاريات خزن، يعني إذا عندك أي فائض، الفائض هذا يعني يتم تصديره إلى الشبكة وبعدين يتم استخدامه متى ما صارت الحاجة إليه، يعني كأنما واحد يخزن الطاقة الكهربائية بالشبكة. وطبعاً تطبيقات الأونغريد بي في سيستم انتشرت انتشار كبير جداً، لكن طبعاً بها نقطتين ضعف، يعني two weak points. نقطة الضعف الأولى اللي هي يعني switched off، تطفئ عندما يصير عندنا حالة grid outage. طبعا هذا معناها يعني هذه المنظومة يعني غير مفيدة داخل العراق، نظرا لساعات الانقطاع المتكررة، معناها كل ما تنقطع الكهرباء البي في سيستم هذا يتوقف عن العمل، وهذا شيء مو منطقي. الشيء الثاني غير ما لها القابلية على أنه يعني تعمل نوع من الانرجي مانجمنت، يعني في حال انه واحد عنده مثلا سولار بانلز وعنده باتري فيها هسه انواع اخرى تعمل نوع من المانجمنت بحيث تشغل النوعين. فهاي التو ويك بوينتس يعني موجوده بمنظومات الاون جريد سيستم، ولذلك ظهر فيرجن جديد او جيل جديد من المنظومات الطاقه الشمسيه اللي تعرف بالهايبريد بي في سيستم. الهايبريد بي في سيستم من اسمها يعني ممكن أن تتغذى من two sources، من ال PV panels نفسها ومن البطاريات. والهايبريد PV system يعني ممكن أنه نقسمها إلى ثلاث أقسام فرعية. عندنا الهايبريد PV inverter charger،
والهايبريد بي في اون جريد والهايبريد بي في مالتي مود. بالسلايدات القادمة راح نشوف تفصيل عن كل واحد من هذه الأنواع، لكن بشكل عام الرسم اللي بالأسفل على اليمين يعني ينطي نبذة عن الـ عن الكونسبت اللي تشتغل بهاي المنظومات. مثل ما نلاحظ أنه في سولار أري أو سولار بانلز وفي باتريز وجريد. الثلاث مصادر هاي يتم السيطرة عليها والمناورة في استخدامها بشكل اقتصادي وبشكل فعال لتغذية الحمل الكهربائي. Next please. زين طبعاً عملية نقص الأسعار الطاقة الشمسية يعني حتى جعل من الاقتصادي أنه إنشاء power plants ضخمة تعمل بالطاقة الشمسية. يعني الاستخدام يعني لم يصبح يقتصر فقط على المنظومات الصغيرة اللي تربط إلى شبكة التوزيع، وإنما يعني جيجا باور بلانتس بالضبط مثل ما واحد عنده ثيرمال باور بلانت ولا هيدرو باور بلانت، حاليا موجود سولار باور بلانت. السولار باور بلانت طبعا النوع الأكثر انتشارا هو السولار بي في باور بلانت، وفي بالدرجة الثانية تجي السولار ثيرمال باور بلانتس. طبعا بحكم عملي بهيئه كهرباء ومياه دبي راح اذكر لكم بعد هاي الامثله. ودبي الان يعني رائده في مجال استخدام الطاقه الشمسيه في شبكه التوزيع وايضا في الباور بلانت. والمبدا اللي تستخدمه بالباور بلانت هو بما يسمى مبدا المنتج المستقل او الاندبندنت باور بروديوسر. يعني تعرض مناقصه وتقول يعني تطلب من المستثمرين انه ينشئون محطات او باور بلانتس كبيره للطاقه الشمسيه على حسابهم، وعليهم الانشاء كلفه الانشاء والانشاء والتشغيل والصيانه، ويبيعون الطاقه الكهربائيه الهيئه الكهرباء مياه دبي، واللي يبيع الطاقه الكهربائيه باقل سعر هو اللي يرسو عليه العطاء. هذه طريقة ذكية ما تخسر بها أي مبالغ، ويعني أعتقد تطبيق من هذا النوع ممكن أن يتم بسهولة بالعراق إذا توفرت طبعاً الرغبة الصادقة. وأذكر هنا أمثلة، طبعاً سعر بيع الطاقة وحدة الطاقة الكهربائية ينحسب بما يعرف بالlocalized cost of electricity أو energy، تدخل كلفة إنشاء المحطة والكلفة التشغيلية والإنفليشن والتضخم وقيمة الفلوس في بداية فترة التشغيل وبعد كذا سنة، كلها تدخل وتنحسب على مدى عمر الباور بلانت اللي يوصل إلى 20 أو 25 سنة، وبالنتيجة يطلع سعر. السعر هذا يضيفه له هامش ربحي المستثمر ويتم بيعها للباور يوتيليتي اللي تريد تشتريها. طبعا خطة دبي انه تولد او تركب محطات تصل سعتها الى 5 جيجا وات بحلول عام 2030. لحد الان نفذت 1 جيجا وات من هذه السعة، والموضوع تم في 5 مراحل او 5 فيزز. الفيز الاول انا ما ذكرته لان يعني كان تجريبي وسعته قليلة، كان 13 ميجا وات. لكن فيز 2 لاحظ الاسعار يعني شلون بدها تنزل. بال 2015 الانفسترز اللي ركبوا هذا اللي كان 200 ميجا وات باعوا او اللي رسى عليهم العطاء، كان سعر البيع 5.6 دولار سنت. فيز 3 اللي كان ايضا 200 ميجا وات نزل سعر البيع خلال سنه واحده الى تقريبا يعني النص، صار 2.99 دولار سنت. بالفيس 4 2017 نزل السعر الى 2.4 دولار سنت. بال 2019 يعني هذا وورد ريكورد، كان حاليا 1.69 دولار سنت، يعني حتى يمكن ارخص من كلفه توليد الطاقه الكهربائيه من الباور بلانتس التقليديه. وهذا ايضا ابروش اضافي ممكن ان يستخدم البلد يعني فيما لو اراد. وهناك يعني عدد كبير من المستثمرين، يعني اذا كان الوضع الامني والوضع هذا مستقر راح يكونون يعني اكثر من سعداء انه يستثمرون بالعراق بهذا المجال.
نكست فارس. نرجع مرة ثانية ندخل شوية بالتفاصيل أكثر. هذا مخطط يبين الأوف جريد، هذا اللي كنا نعرفها، النظام اللي كان موجود ويستخدم بالمناطق النائية، هو عبارة عن ألواح شمسية تشحن البطاريات عن طريق سولار تشارج كنترولر، والإنفرتر الموجود اللي يسمى باتري إنفرتر، يعني يأخذ الكهرباء من الباتريز ويغذي البيت. هذا طبعا السيستم هو يعرف بالأوف جريد سيستم، ويستخدم بالأماكن النائية، وهو السيستم اللي بدأ أول ما بدأ بأوائل السبعينات. Next. النوع الثاني هو اللي ذكرناه الاون جريد، والاون جريد هو يعني هو الاكثر استخداما حاليا، ما يحتاج بطاريات لان الشغل، ويعمل يعني ان بارلل بشكل مباشر مع الشبكه، ومبدا عمله انه الالواح الشمسيه تغذي الانفرتر، والانفرتر يغذي البيت، واذا كان اي زياده بالقدره الكهربائيه المتولدة في لحظة معينة فيتم تصديرها إلى الشبكة، وإذا كان أكو أي نقص في نفس الوقت يتم تعويضها من الشبكة، وخلال فترات الليل البيت يشتغل على الشبكة. النوع الثالث هو بدينا بالهايبرد، الهايبرد انفرتر تشارجر، حتى نفهم عمله قسمناه إلى 3 مودز. هذا المود الأول، المود الأول اللي هو الأوف جريد مود، يعني ألواح شمسية تشحن البطارية، والبطارية يغذي الانفرتر، والانفرتر يغذي الحمل الكهربائي، والانفرتر هنا يشتغل بالانفرتر مود. مود 2 نيكست. مود 2 اذا عندنا مثلا يعني اوفر نايت، او اذا صار يوم غائم، طبعا الالواح الشمسيه هنا راح تتوقف عن العمل، فالحمل راح يكون على البطاريات، بطاريات تكون مشحونة خلال النهار تغذي الانفرتر، والانفرتر يغذي البيت. طبعا اذا البطاريات توقع، يعني خلينا نقول فرغ الشحن مالها، فمعناها الكهرباء مقطوعة، معناها السيستم يتوقف عن العمل. مود 3. المود 3 مثل ما قلنا، اذا البطاريات يعني وصلت الى الحد اللي بعد يعني لا ما تقدر انه تغذي الانفرتر، يكون عندنا ليل او جو غائم، فيحول يصير البيت يتغذى من الشبكه، والشبكه بنفس الوقت تشحن البطاريات عن طريق الانفرتر اللي يشتغل هنا بالتشارجر مود. طبعا الويك بوينت بهذا الموضوع انه ما عندنا اكسبورت، يعني ما ممكن انه يشتغلون ان بارلل، الشغل انه يكون لو من الالواح الشمسيه والبطاريات لو من الشبكه. نيكست. النوع الثالث عندنا هايبريد اون جريد بي في. المود الاول اللي يعمل به هو الالواح الشمسيه بغذي الانفرتر، والانفرتر في نفس الوقت يحتوي على بلت ان تشارج كنترولر يشحن البطاريه، وبنفس الوقت يغذي البيت، وإذا كان أي زيادة، الزيادة يعني exported للشبكة. مود 2 إذا صار يعني ليل أو جو غائم، ذاك الوقت الشبكة هي اللي تغذي البيت، وبنفس الوقت تشحن البطاريات عن طريق الهايبريد انفرتر. مود 3 not possible، ما ممكن، يعني عيب هذا السيستم او النظام انه ما ممكن ان يشتغل اوف جريد، يعني ما يقدر يشتغل الا يشوف شبكه، ولذلك يعني هذا ما لا يمكن تطبيقه بالعراق بالظروف الحاليه. نيكست. يعني النوع الاخر هو الهايبريد مالتي مود، اللي يبدو الانسب للوضع بالعراق، ممكن ان يشتغل بالمود 1 الالواح الشمسيه تغذي البطاريات، تغذي الانفرتر وتشحن البطاريات، والاثنين هم يغذون البيت او البنايه، واذا عندنا اي فائض يروح للشبكه، واذا عندنا اي نقص الشبكه راح تعوضه. مود 2 نفس الشيء، اذا صار جو غائم او ليل ف
التغذية راح تكون من الشبكة، طبعا في حالة أن البطاريات تكون يعني discharged، أما إذا البطاريات كان لا زال بيها يعني شحن فممكن أن البطاريات تعمل في هاي الحالة، لكن لنفترض أنه البطاريات استنفذت فراح تكون الشبكة الكهربائية تغذي البيت وتشحن البطاريات عن طريق الانفرتر. Next mode 3. Mode 3 هو الـ off-grid، والشيء الزيان بهذا السيستم أنه يشتغل off-grid أيضا، فمثل ما نلاحظ هذا يغطي كل الاحتماليات، ولذلك هو هذا السيستم اللي يعني يبدو الأنسب للوضع. Next. طبعا هذا يعني جدول بسيط يبين المفاضلة بين الأنواع اللي ذكرناها، عندنا اختارينا الأوفغريد والأونغريد. الهايبريد أونغريد ما حطيناه لأنه هو نفسه الأونغريد، وعندنا هايبريد إنفرتر تشارجر وهايبريد مالتي مود. الكرايتيريا كانت عندنا يعني إمكانية التصدير للشبكة، إمكانية خزن الطاقة، إمكانية العمل بالأوفغريد مود، الكوست يعني ريليتيف كوست، السيفنج اللي ممكن نحققه يعني on a scale from 1 الى 5، وامكانيه الاستغناء عن المولده. فمثل ما نشوف الاوف جريد مثلا ما عنده امكانيه التصدير الى الشبكه، لكن عنده امكانيه الانرجي ستورج، ممكن ان يشتغل بالاوف جريد مود. الكوست ماله ميديوم لانه يعني بيه بطاريات. السيفنج ماله قدره 3 يعني on a scale of 5. الاون جريد طبعا بي تو ديفكتس او تو ويك بوينتس، اللي هي ما يقدر يسوي انرجي ستورج وما يقدر يشتغل اوف جريد. الهايبريد انفرتر تشارجر مشكلته انه ما يقدر يصدر يعني كهرباء الى الشبكه، يعني ما ممكن يشتغل بارلل، لكن فيما عدا ذلك يعتبر جيد، يعني هو الخيار الثاني. النوع الرابع هو الهايبريد، هذا يلبي كل يعني يلبي كل السيناريوهات، يصدر للشبكة ويخزن طاقة كهربائية ويشتغل off grid. cost level ماله طبعا عالي نسبيا لأنه بسبب مواصفاته، لكن saving ماله هو الأعلى، وبنفس الوقت ممكن أنه نستغني منه عن نستغني به عن الجنريتر. فبناء على هاي المقارنة البسيطة يعني توصلنا إلى أنه الهايبريد مالتي مود هو الأنسب، ولذلك إحنا بنينا النموذج الرياضي على هذا الأساس. Next. اللي لاحظناه أيضا مثل ما تفضلوا الأخوان أنه يعني الـ PV systems موجودة بالعراق، لكن حقيقة بدون رقابة على المواصفات. طبعا الدول اللي تستخدم أو اللي تسمح بربط ألواح منظومات طاقة شمسية إلى شبكتها تخضع إلى يعني رقابة عالية جدا، لسبب بسيط أنه أي حمل كهربائي أو مولد كهربائي يربط بشكل مباشر إلى الشبكة يعني لازم يكون ضمن مواصفات خاصة ما تأثر على الشبكة، وإلا بالنتيجة يعني واحد تخيل مئات أو آلاف النقاط التوصيل إلى الشبكة باستخدام أجهزة غير مراقبة، ويعني من ما حد يعرف مصدرها شنو، راح تأثر على نوعية الشبكة، على استقرارية الشبكة، على اعتماديات الشبكة، وبالنتيجة راح تأثر حتى على المستهلكين الآخرين اللي هم ما لهم ذنب بالموضوع، لمجرد أنه يعني في مستهلكين آخرين ركبوا منظومات طاقة شمسية باستخدام أجهزة غير كفوة. فعادة موجود يعني list of standards، يعني المفروض كل الكومبوننتس اللي يتكون من عندها منظومات الطاقه الشمسيه تلبي هاي المتطلبات. عندنا ستاندرد للالواح الشمسيه مثلا، هاي نبذه بس واحده منها تغطي الاوبريشن ريكويرمنت، واحده منها تغطي السيفتي، واحده منها تغطي يعني اذا كانت مركبه بجو ملحي او رطب الكوروجن مثلا. الافشنسي احنا افترضنا انه لازم ما يقل عن 17.5%. نجي على الوارنتي الماشي حاليا عالميا هو 25 سنه، يسموه لينير ديجريديشن. عاده المصنعين يعني يقول لك بالداتا شيت انه البانلات اللي صنعها تقل كفاءتها، خلينا نقول او قابليه التوليد بها بمقدار على سبيل المثال 0.7% بالسنه او 0.5% بالسنه، ف
فهو يتعهد انه 25 سنه ما راح تنقص عن هذا الترند، بالاضافه لهذا 10 سنين ورنتي على الكفاءه التصنيعيه، يعني ما يصير بها ديفكت او عيب تصنيعي. بالنسبه للانفرترز اللي هي الجزء الاهم، لان هي هذا نقطه الانترفيس ما بين المستخدم وبين الشبكه، يعني هذا موجود ستاندرد لها علاقه بالسيفتي، ستاندرد لها علاقه بالباور كواليتي، ستاندرد لها علاقه بشيء اسمه الالكترومغناطيك كومباتيبلتي، كفاءه التحويل. كفاءه التحويل هسه يعني الماشي عالميا اقل شيء 95%. بعدين الباور كواليتي، يعني قابلية هذه الأجهزة على توليد كهرباء نقية، يعني شكلها يعني سينوسويدال بشكل نقي، كل ما صار بيها تشوه أو ديستورشن هذا يقاس بشيء اسمه الهارمونيكس، ووحدة من المؤشرات هذا التشوه تنقاس بشيء اسمه التوتال هارمونيك ديستورشن. مثلا هذا لازم ما يزيد عن 3%. عندك إمكانية عملها بباور فاكتور رينج مقبول، باور فاكتور هنا هذا مهم جدا حتى يغذي الاحمال اللي بها ملفات مثل يعني المحركات وغيرها، المفروض يكون برينج يعني 0.8 ليدنج لاجينج، لازم يكون ببلت ان تشارج كنترولر، لازم تكون بامكانيه العمل اوت دور واندور، وبشيء اسمه انجرس بروتكشن يعني للحمايه من الغبار من المي، لازم تكون عندها قابليه العمل بدرجه حراره. طبعا احنا يعني عندنا مهتمين بالدرجه الحراره العاليه، اقل شيء يعني يوصل 60 درجه، وايضا لازم كفاءته ما تنقص طالما درجه يعني اب تو 45، يعني خلينا نقول اذا زادت درجه الحراره عن 45 يبدي شويه ياثر على السعه مالته او الريتنج مالته. نيجي على الباتريز، الباتريز حاليا احنا اكتشفنا انه الباتريز الموجوده الورنتي مالها سنتين، يعني سنتين هذا يعني لا شيء بالنسبه للمستخدم عالميا. حاليا الورنتي 10 سنين، والتكنولوجيا المستخدمه هي الليثيوم. مثلا عندك كفاءه التشارج والديسشارج المفروض ما تقل عن 90%، الديب اوف ديسشارج 90%، يعني الباتري ظل يشتغل الى حتى اذا بقى الى ان تبقى بس 10% من الانرجي. عمره ينقاس بالسايكلز، لازم تكون اقل شيء 6000 سايكل، في حين انه النوع اللي لاحظناه من الشركات اللي بالعراق 500 سايكل. وطبعا الوارنتي هو 10 سنوات، والانفرتر طبعا الماشي هو الانفرتر كفاءه الوارنتي 5 سنين، بس احنا بالسيستم اللي صممناه يعني راح نسوي 10 سنين، ممكن نشتري يعني وارنتي اضافيه لمده 5 سنين مقابل يعني زياده بالسعر قليله. نيكست. زين، هذا طبعا حتى يكون التصميم مالنا يعني مبني على 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 اساس علمي، سوينا نموذج رياضي. النموذج الرياضي نقدر يعني نفصل سيستم بناء على الحاجه. لكن مع ذلك احنا اخذنا كيس ستدي او يوز كيس لبيت البيك ماله 15 امبير سنجل فيس او 3 فيس، يعني 5 امبير للفيز الواحد. هذا اخذناه يعني ك كيس ستدي، بس احنا السيميليشن موديل ممكن يصمم سيستم لاي متطلب. طبعا السيميليشن سيستم يحتاج معلومات، يحتاج داتا، والداتا احنا هنا قسمناها 4 انواع. النوع الاول اللي هو يعني الداتا المتعلقه بالحمل الكهربائي على اليسار، البيك لود للبيت مثلا، المونثلي لود بروفايل، يعني احنا اول شيء اخذنا اللود كيرف مثل ما قال الاستاذ فارس، يعني مو بس نقول والله هذا 15 امبير ولا 20 امبير. طبعا لاحظنا بالسوق يقول لك ابيع منظومه 15 امبير، طبعا هذا الكلام ما يعني شيء. 15 امبير هذا معناها بس بلحظه معينه لما الاشعاع الشمسي هو بالحد الاقصى، لكن بقيه ساعات النهار هو مو 15 امبير. فاحنا اخذنا اللود بروفايل واخذنا المونثلي لود بروفايل، يعني اخذنا بنظر الاعتبار انه هذا يعني الاستهلاك الكهربائي يقل الليفل ماله بالشتاء عن الصيف. بعدين اخذنا نسبه الكريتيكال لودز اللي هي اللودز اللي لازم تكون موجوده، يعني اذا انقطع الكهرباء فرضا ما راح
يعني نتصور أنه إحنا نفس الأحمال الكهربائية والمكيفات كلها راح تظل تشتغل، لا، راح نفترض أنه الأحمال الغير ضرورية أو ممكن الاستغناء عنها راح نستغني عنها خلال فترة انقطاع الشبكة، يعني لاستخدام الأمثل للطاقة. بعدين عندنا فرضنا ساعات قطع مبرمج معينة، طبعا احنا نقدر نفرض اي ساعات، بس احنا يعني افترضنا في سيناريو معين حتى نطلع النتيجة دي. بالنسبة للبطاريات ندخل بسعة البطاريات، طبعا اللي لاحظنا ايضا انه ينطون سعة البطاريات بالامبير ساعة، وهذا طبعا ايضا غير ممكن. يعني اذا اقول لك والله هاي البطاريات سعتها 100 امبير ساعة لكن 12 فولت، هنا أنه واحد ثاني يقول لك 100 أمبير ساعة لكن 48 فولت، ولذلك سعة البطاريات المفروض تتغذى بالكيلوات ساعة، مواصفات البطاريات و charging times، يعني نقدر نبرمج ساعات الشحن لهذه البطاريات. زين، بعدين جينا على معلومات الإشعاع الشمسي حتى نقدر يعني تسيميليت التوليد اللي جاء من الألواح الشمسية. قدرنا نحصل على معلومات لسنة كاملة، يعني يعني on hourly basis data، حصلناها من مركز بحوث الطاقة الشمسية، حصلناها الأخ علاء مشكور. بعدين ندخل أيضا معلومات الألواح الشمسية، قد السعة الألواح الشمسية، شنو مواصفات الألواح الشمسية، شنو الدي سي فولتج الألواح الشمسية اللي يعني تتكون من او تنحسب من فولتيه اللوح الواحد مضروبه في عدد الالواح المربوطه على التوالي. وبعدين البرفورمانس ريشيو اللي هو خلينا نقول كفاءه السيستم كله، يعني بشكل عام من الالواح الشمسيه الى نقطه الربط بالشبكه، هاي كلها ندخلها، والنتيجه اللي تطلع لنا هي تصميم تفصيلي يلبي متطلبات المستخدم، مواصفات الكومبوننتس اللي هي الالواح والبطاريات الالواح والبطاريات والانفرتر. وبعدين سوينا بعض التحليل للمعلومات حتى يساعدنا بعمل دراسة الجدوى مثل ما راح نشوف. نيكست، الداتا اللي استخدمناها بالموديل مالنا هي مثل ما تشوفون. اولا استخدمنا يعني معلومات حقيقية للإشعاع الشمسي مبنية على قياسات لسنة كاملة، قراءات يعني كل ساعة. بالنسبة للحمل البيت، الكيس ستدي اللي أخذناها هي 15 أمبير، أما سينجل فيس أو موزعة على ثلاث فيزات، أخذنا بنظر الاعتبار التغير اليومي والفصلي بالحمل الكهربائي للبيت. اعتبرنا انه نسبه الكريتيكال لودز اللي لازم تكون موجوده في كل الاحوال 60% اللي هو مو قليل. افترضنا انه ساعات القطع على المبرمج هي 3 ب3. بالنسبه للالواح الشمسيه استخدمنا بولي كريستالين سيليكون الواح، الكفاءه مالتها 18.11 اللي هو مو قليل ايضا، يعني خاصه اذا عرفنا انه اكثر كفاءه الواح شمسيه بالعالم حاليا هي تقريبا 22%. الوارنتي مالها كان 25 سنة لينير ديجريديشن، يعني مثل ما شرحناها، وعشر سنين على الماتيريال أو التصنيع. الانفيرتر استخدمنا هايبريد مالتي مود انفيرتر، الافيشنسي الكفاءة مالته كانت 97%، باور فاكتور 0.8 ليدنج لاجينج، الانجرس بروتكشن اللي هو من التراب والغبار كان IP65 يعني جريد عالي، يعمل بدرجة حرارة يعني up to 60 درجة، وبعدين بإمكانية إثرنت واي فاي نربط عليه لابتوب مثلا من خلال USB بميتر. كل هذا طبعا يعني يساعدنا حتى يعني تمونيتر الشغل ماله يعني لحظة بلحظة. بالنسبة للباتريز استخدمنا ليثيوم آيون تكنولوجي، عمرها كان 6000 سايكل، والديب اوف ديسشارج مالها 90%، يعني تفرغ الى 90% من طاقتها قبل ان تفصل، تعمل بدرجه حراره الى حد 55 درجه، الانجرس بروتكشن مالها IP55،
وكفاءة التشارج والديستشارج 95%، والورنتي مالها 10 سنة. طبعا احنا حصلنا يعني كوتيشن من شركة بالأسعار، يعني مو باعتباط. نيكست. طبعا هذا بشكل يعني مختصر جدا. السيستم اللي افترضناه او اليوز كيس اللي استخدمناها، يعني امكانيه تغطيتها لحمل هذا البيت خلال سنه كامله 95%، يعني عندنا ريسك 5% بس انه راح يتعرض البيت الى انقطاع. عندنا مقدار التوفير بالطاقه الكهربائيه اللي كنا ندفع كلفتها اما عن طريق الشبكه او نشتريها من الجنريتر 41%. طبعا الطاقه الكهربائيه اللي يولدها السيستم 96.2% من عندها كان يستخدم لوكالي بالبيت. طبعا هذا مهم جدا، لان حاليا احنا قانون يسموه الفيد ان تاريف اللي يسمح بتصدير الكهرباء الى الشبكه واخذ قيمته من دائره الكهرباء، هذا غير مطبق بالعراق، ولذلك اي تصدير الى الشبكه يعني هذا خساره على المستهلك. فسوينا التصميم بشكل بحيث نستهلك اقصى ما يمكن من الطاقه الكهربائيه المولده بالبيت نفسه. فجزء اللي خسرناه كان بس 3.8%. طبعا ما نحتاج جنريتر، ومع ذلك احنا السيستم الانفرتر اللي اختارناه بإمكانية أن واحد يربط عليه جنريتر إذا يحب. بالنسبة للريسك اللي قلنا 5%، بالنسبة للكوست، وهذا الكوست طبعا احنا حطيناه يعني على الراحة، يعني حطيناه شوية يعني فلك، يعني حطينا بيه زيادة، طلع تقريبا $8,000 أمريكي أعتقد. هذا آخر سلايد كان. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عمار، بارك الله بك. جهد الحقيقة رائع وجهد عظيم بذله الدكتور عمار في عمل النموذج الرياضي واختيار الأجزاء المنظومة والتحقق من أنه كمية الكهرباء اللي ممكن نغطيها خلال سنة 95% من حمل ذاك البيت بدون مولدة. يعني هذا يعني فد استنتاج للموديل الرياضي. هنا شوفوا، لاحظوا نيد فور اكسترنال جنريتر، احنا راح نخلص من المولده. الريسك مالتنا فقط 5%، يعني 5% راح يبقى البيت ظلمه، يعني ماكو لا كهرباء ولا باتري ولا منظومه شمسيه ولا جريد. يعني هذا هو نتيجه الموديل الرياضي، انطانا انه 5% راح تبقى، يعني البطاريات ايضا استنفذت وماكو كهرباء من الجريد، لأنه انقطاع فرضنا 3 بـ3 وبعدين مثلاً ليل، دنيا ليل مثلاً. وهذا ممكن أنه نحسنه طبعاً إن شاء الله بالمراحل القادمة بتحسين العزل الحراري للبيت وتحسين الشبابيك، اللي هو هذا شغلة ثانية إن شاء الله. مركز بحوث الطاقة الشمسية كنا نشتغل عليها الحقيقة، وحتى طلعنا في وقتها خرائط لمنازل بعزل حراري ممتاز الى الجدران والشبابيك دبل جليزنج. فهذه الحقيقه حل ان شاء الله في مراحل ثانيه ايضا، في راح ان شاء الله نشتغل عليها بالتجمع. الاسئله اذا امكن راح نخليها بالاخير، اذا عندكم اي اسئله للجزئين الاول والثاني والاخير اللي انا راح القيه. طبعا انا مثل ما ذكرت الجزء الثالث هو اللي يتعلق بالجدول الاقتصاديه. يعني احنا ذكرنا هسه دكتور عمار ذكر، احنا قدرنا السعر تقريبا $8,000 للمنظومه. احنا طبعا عندنا بعد اشياء ما مستوفيها، لانه هي المشكله انه احنا يعني ما ندري هاي الاجزاء شلون راح تصير توصيلها للعراق، الضريبه ايش قد عليها، القمارك هل اكو، فخلينا شويه سماحيه يعني مو هوايه تغطي هاي الاشياء. بعدين راح نشتري ورنتي 10 سنين بالنسبة إلى الانفرتر، ما راح نخليه 5 سنين، فهاي راح ندفع عليها أيضا إضافي في سبيل أنه المستهلك يكون عنده منظومة كاملة هاي 10 سنين هو مرتاح. فالجزء الثالث واللي أنا الحقيقة تكلمت به في محاضرة سابقة، ذكرت بنموذج لتوفير الطاقة كان الحقيقة المثال اللي أخذته،
أنه كل مشروع هندسي لازم وياه دراسة جدوى، وحتى لو كان المشروع الهندسي هو اختيار منظومة. يعني نفترض أنت عندك، وهذا الحكي عام طبعا، وهذا الحكي أنا أحكي لكم إياه لأنه أنا هنا أنا عايش، وكل شيء هنا يسألون يقول لي أنت شنو الجدوى الاقتصادية قاعد تقترح لي هذا المشروع. فأنت شقد ما تشتغل هندسة، وشقد ما تشتغل نيوميريكال، وشقد ما تشتغل فاينايت ألمنت، وشقد ما تسوي مدير رياضي، بالأخير لازم تثبت الجدوى الاقتصادية. وهذا حق المستهلك أنه يريد أو حق المخطط الحقيقة أنه يريد يعني ينفذ مشاريع ذا جدوى اقتصادية لها عمر محدد مضمون، وأنه الفلوس اللي راح يخليها بها ترجع بالفائدة على المستهلك وعلى الناس اللي دي يستفادون من هذا المنتج، أو مثلا من الشركة نفسها إذا كانت دي شركة. أنا ما راح أعرف نفسي، عرفت نفسي في لقاء سابق. أكو ثلاث مراحل الحقيقة في يعني دراسة الجدوى الاقتصادية، واللي ذكرتها في حلقة سابقة. أول شيء نشوف كلفة المشروع. هسه راح نجي هنا اليوم، خلينا المثال مالتنا الفوتوفولتايك سيلز. الاكوبمنت مثلا صارت 4800 الكتريكال ميكانيكال 1000 دولار، هاي الهياكل والكذا توقعناها 5800، احنا دا نحكي بالدولار الامريكي. انجينيرينج ديزاين والورنتي 1000 دولار، ميكانيكال هذه construction installation خلينا في 400 ب 400، هاي 800 دولار. metering equipment اذا يحتاج، اذا صار regulation باشر ومثلا الدوله قالت احنا نشتري الكهرباء من عندكم راح ننصب ميتر، ايضا 400 دولار. هذا فالكلفه تقريبا احنا خمناها 8000، يعني هذه طبعا همينا رقم يعني بي بلس ماينس شويه، يعني ما نعرف يعني، بس هيك احنا هسه نريد نسوي الجدوى ففرضنا هذا الرقم. إذا أجينا كتجمع على إحنا على شركة أو كمستثمر، والمستثمر قال أنا أخلي 10% فائدة، أريد همين حطينا فائدة للمستثمر أو للشركة اللي راح تنصب وتتحمل مسؤولية الورنتي والكذا عن التجمع، هاي قلنا فد 10% فائدة 800 دولار، فصار المشروع كلفته 8800. حولت الدينار العراقي، أنا ما أدري الرقم اللي عندي 1170، طلع تقريبا 10,500,000 دينار عراقي. هاي كلفة المشروع إذا واحد عنده كاش. نجي هسه نشوف شنو أنا شو وقت راح أرجع فلوسي. أنا هسه جيت أنا المستهلك، اقتنعت بالفكرة، جيت أرد أشتري أنا منظومة. شو استفاد أنا من هاي المنظومة؟ فالخطوة الثانية في حساب الجدوى الاقتصادية اللي نسميها Energy Saving Calculation، إيش قد راح أوفر طاقة؟ لأنه راح أنصب طاقة متجددة، هي الألواح الشمسية وبطاريات، فهاي طاقة متجددة صديقة للبيئة، وبنفس الوقت راح توفر لي مثل ما راح نشوف بالموديل. هسه حاليا أنا فرضت ماكسيمم الأمبير 15. احنا قلنا الكهرباء متوفر كل 3 ساعات قطع، ف 50% متوفر، 52 اسبوع بالسنه. الخلايا الصفر هي هاي انبوت، راح اخلي داخل بها داتا 12 شهر، هذه معلومه بالسنه. الكهرباء مالتي يعني هنا هذا لازم اجدده 3.6 كيلووات، هي الحقيقه انا هنا حسبته 3.3. الكتريستي كونسامشن بير يير لهذا البيت اللي احنا صممنا من الموديل الرياضي، طلع هذا الرقم. هذا البيت يحتاج 14,792 كيلوات أور بالسنة. من الأرقام اللي ذكرها المهندس سعد، ومن الأرقام اللي حصلتها من الأخوان في إقليم كردستان، فرضت أنه سعر الوحدة 30 دينار، يعني هي من 10 إلى 120، يعني فرضت 30. الجنريتر كونتراكت، هاي دا احكي لكم هسه هذا الموديل مال الشخص الحاليا ما عنده طاقه شمسيه، يعني انت هسه قاعد هذا بيتك 15 امبير، شنو قاعد تدفع بالسنه؟
جنريتر كونتراكت 10 امبير، نفترض هذا الشخص يقول لك انا هاي الكهرباء انقطع 3 ساعات، شو اسوي؟ انا لازم اسوي عقد ويا المولده. فالعقد ويا المولده يعني ما راح يسوي هو 15 امبير، قلت راح يسوي 10 امبير عقد. فاذا 120 امبير بالسنه، فرضت من اسعارها، هم سوينا شويه يعني فد احصائيه بين الزملاء الموجودين، تتراوح بين 10 بين 8 الى 25. انا فرضت 15000 دا يدفع على الامبير بالشهر، فبالسنه هو دا يدفع 1,800,000 دينار للمولده، لانه هو متعاقد على 10 امبير بالشهر او 120 امبير بالسنه، في 15000 1,800,000 كهرباء، لانه دا ينقطع 50%، فهو راح يدفع ابو البيت نص هذا الرقم، ال 14000 اللي هو 7000 كيلوات اور، فرضنا على 30 دينار، طلع 221,000 دينار. اذا انت هسه حاليا كمستهلك ما عندك كهرباء وما عندك العفو ما عندك منظومه شمسيه، اذا تدفع تقريبا 2,000,000 دينار بالسنه للكهرباء. هاي طبعا بالاسئله بعدين اذا تريدون عندكم، طبعا هي بها رينج، فانا اختاريت فد اشياء بالوسط او شويه اقل يعني الحقيقه باللور رينج. زين انت هسه اقتنعت، جيت هسه اشتريت المنظومه الشمسيه ونصبتها ببيتك، انت عندك بيتك 15 امبير، الالكتريستي افيلابيلتي حسب النموذج اللي ذكره دكتور عمار 95%، 12 شهر 52 هاي ثوابت، الالكتريستي ديماند نفس اللي انت نفسه هذا 3.3 بقى او 3.6 هذا نجدده لازم. الالكتريستي كونسامشن بير يير 14,052 هذه ال 95% هذا تجيك مجانا لانه من الالواح الشمسيه ومن البطاريات، فما راح تدفع عليها شيء. هاي هنا زيرو. الجنريتر راح تخلص منه، ماكو عقد مولده بعد، هذا هم زيرو. راح تدفع فقط لانه هنا زادت شويه الكهرباء، لانه عندنا شحن البطاريات وبالاضافه الى تزويد البيت خلال 3 ساعات لما تكون موجوده الكهرباء، صارت أكثر من الأول 8,700 كيلوات أور، ف 262,000 دينار. إذا أنت لما تنصب هاي المنظومة راح تجي بالسنة راح تدفع 262,000 دينار عراقي. إذا أنت دا توفر بجيبك 1,700,000 دينار، هذه توفير بالطاقة، هاي 1,800,000 توفير بالطاقة. اكو فوائد ثانيه اللي نسميها نون انرجي بنفيتس، يعني مثلا انا ذيك المره ذكرت لما مثلا واحد يغير الاضويه الى LED، فهذا كل 10 سنين يقعد يغيرها مره، مو مثلا كل شهر وكل شهرين وكل سنه او كل سنتين، فهاي تعتبر نون انرجي بنفيت. فانا قلت راح اخلص من مشكله الجنريتر هذه، انا مستعد اشتريها مثل انشورنس، ادفع عليها 500,000 دينار زين، راح اخلص من شغله المولده ويوميه طافيه المولده ويوميه ماكو نفط وماكو ديزل، هاي راح اخلص منها، انا مستعد ادفع كانشورنس لراحه بالي 500,000 زين. اذر جريد بروبلم اند سكيورتي، يعني هاي مشكلات الشبكه واحترقت المحوله وانا اظل بلا هذه، وتجيبوا محوله والمحوله مو بالسايز المعين وروح وتعال، هاي هم اشتريها انا لراحه بالي 500,000 دينار، لان انا هاي فرضتها نون انرجي بنفيتس، يعني انت راح تقعد انت وكانه هاي منظومتك راح توفر لك الطاقه المطلوبه. اذا انا 1,000,000 دينار راح مستعد ادفع بالسنه في سبيل راحه بالي، اضيفها الى هاي 1,700,000 راح يصير 2,700,000 انا الفائده من هاي المنظومه. الباي باك يعني ايش قد ارجع فلوسي، على فرض انا عندي كاش راح اشتريها ب 10,500,000 وانا استفاده مالتي 2,700,000، اذا انا استرجاع المنظومه مالتي 3.8 years، فلوس مالتي ارجعها تقريبا اقل من 4 سنوات. هذا الرقم جدا مهم، يعني هذا كل مشروع انت هندسي لازم تجيب الرقم هذا باي باك 3.8 مهما كان المشروع. اقول لكم اياها يعني ايش قد ما تفكر هسه مشاريع، يعني على الاقل ده تفاضل بين
مواصفات منتجات متشابهة، مثلاً شيلرات تريد تنصب شيلر روم أو بويلر روم، أو مثل ما قال تشتري إنفرتر، لازم تفاضل بين المواصفات على أساس السعر. فإحنا السهائل باللي اختارينا طلعت عندي أرجع فلوسي بأربع سنين. زين أنا ما عندي كاش، راح أروح للبنك، أروح للبنك راح أقول له يا باني فلان عندي أريد محتاج 10 ملايين دينار. البنك طبعا عنده فد بروسيس راح يمشي عليها. نفترض وافق البنك عليك، راح يشيك الكريدت ويشيك انه موقفك ودخلك وكذا، يقول لك انا راح اعطيك 5% الفائده على القرض. راح نفترض انه فتره النصب تطول شهر مال المنظومه، وان الترم يعني مال الدين اللي هو القرض راح يطول 6 سنين حتى تسدد فلوسك للبنك. سعر الفائده 5%. تضخم بالكهرباء، أسعار الكهرباء 3%، غاز ما عندنا، مينتنس 3% سنويا، هذا تضخم بالأسعار. افترضت عمر المنظومة ويا الورنتي، يعني أنت 10 سنين المنظومة تشيلها وكأنه ذبها يعني ذبها وتشتري منظومة جديدة وكأنه، بس هي هذا طبعا مو واقعي. لنفترض أنه أنت عمر المنظومة مالتك 10 سنين، هذا 10 سنين عمر المنظومة. فأنت خلال فترة الكونستراكشن الشهر راح تدفع فائدة 44,000 دينار، 5.5% هذه لفتح المعاملة بالبنك تدفعها إذا الرسم 52,000 دينار. صار الدين ماتك أو القرض صعد من 10,500 إلى 10,600، البنك راح يسألك يقول لك إيش قد تريد تدفع أنت من جيبك، عندك فلوس؟ يقول له تقول له أنا عندي 1,000,000 دينار 10%، هاي تخليها هنا بالبنك. البنك يحسب يقول لك أنا راح أقرضك 90% اللي هي 9,600. نجي هسه على الجدول الاقتصادية اللي البنك يريد يشوفها منك، يعني هاي الورقة المفروض تبرزها للبنك حتى يعطيك القرض اللي هي دراسة الجدوى. فإحنا الفائدة مالتنا قلنا 2,700,000، هاي الفائدة مالتي. interest expense on bank يعني هذه الفائدة اللي راح ادفعها خلال هذه السنة 448,000 دينار، هاي بس الفائدة. قلنا احنا المنظومة مالتنا عمرها 10 سنين، فراح اسوي الاندثار على 10 سنين، فاذا كل سنة انا عندي اندثار مليون تقريبا، 1,000,000 دينار اندثار. الحمر هاي راح تتنقص من 1,700,000، بقى عندي 1,200,000 بعدني بالبوزيتيف، يعني هسه بجيبي اكو 1,200,000. دولة تجي تقول لك اريد ضريبة عليك 15% فرضت ايضا، يعني انه انت هذا مشروع مربح يدخل عندك فلوس تقريبا صافي 1,200,000، فيريدون هم من ضريبة، فرضت انه 15% ضريبة، 1,186,000 دينار هاي تدفع ضريبة، ايضا بعدك بوزيتيف 1,057,000. الاندثار هو عبارة عن رقم يعني على الورق، هو مو الحقيقة أنا خسرته، فراح أرجع أضيفه، فضفته مرة ثانية، والآن طرحت البرنسيبل يعني المبلغ الأصلي من القرض اللي هو 1,400,000، طلع عندي بوزيتيف بالسنة الأولى 716,000 دينار هاي بجيبي. نسيت أقولكم بالكونستركشن أنا راح أدفع 10% هذه مالتي، فأني هسه في دين 1,000,000 دينار، جاني بالسنة الأولى 716، الكوميوليتيف من أدفع من أجمع 1,000,000 نيجاتيف ويا 700 بوزيتيف يبقى عندي نيجاتيف 350 السنة الأولى. السنة الثانية نفس الشيء راح أكرر، مجرد ضفت هنا التضخم بالكهرباء والمينتنس، فصار عندي 775,000 بوزيتيف، راح أضيف لل 350 نيجاتيف، صرت بوزيتيف بالسنة الثانية بالكوميوليتيف. يعني المشروع بالسنة الأولى أنا داخلي فلوس بجيبي اللي أقدرها 716,000 هاي صافي، وبالسنة الثانية الكوميوليتيف صار عندي بجيبي 425,000 دينار. السبب أنه أنا عندي دا سدد القرض،
هذه تلاحظون هنا القرض دا يسدد، دا أدفع الفائدة ودا أدفع البرنسبل اللي هو المبلغ الأساسي اللي ينقص البرنسبل، فدا يطلع عندي هذا الرقم 757. نفس الشيء الثالثة الرابعة الخامسة السادسة آخر رقم اللي هو للقرض، هاي انتهى آخر سنة راح أخلص القرض أنا دفعة، فمليون تقريبا وثلاثين صار النت، والكوميوليتيف 4 ملايين. لاحظ السنة السابعة ماكو بعد فائدة وبرنسبل، دفعته خلصت رأسا طفر الرقم إلى 2,900,000 يعني نت، وكوميوليتيف 7 ملايين. وإلى نهاية العشر سنين يصير عندي أني 16 مليون دينار كوميوليتيف فائدة في جيبي فلوس. نرسمها، فالكوميوليتيف هو الخط الأزرق هذا، لاحظ أنه أول شيء بدينا نيجاتيف، السنة الثانية هم نيجاتيف، السنة الثالثة الحقيقة الواحد هو الكونستركشن بيريد يعني مو السنة، فتلاحظ بالسنة الثانية صار بوزيتيف، بينما النت اللي هو البرتقالي هذا، هذا النت لاحظ بالسنة الأولى هو صار بوزيتيف، هذا النت اللي هو هذا هذا السكيل مالته انيوال كاش، هذا هنا تقريبا كنا 700,000 ويوصل الى تقريبا 3 ملايين يعني في السنه الاخيره العاشره، بينما الكوميوليتيف لاحظ الازرق، الكوميوليتيف الازرق يوصل الى تقريبا 16 مليون دينار كفائده. فالمشروع اذا يعني اقتصاديا مجدي، لأنه أنت عندك منظومة تشتغل 10 سنين، إذا دافع كاش 4 سنين أنت يعني مرجع فلوسك، وإذا ماخذ قرض من البنك من أول سنة أنت عندك بوزيتيف كاش فلو، وهذا اللي يريد نثبته للبنك حتى يضمن أنه العميل راح يدفع له القرض مالته وما بي أي ريسك. جيت قلت الثاني احنا الارقام مالتنا احنا يجوز هاي كلها غلط، جيت اني المهندس اياد مشكورا طانا نموذج مال مسوي له كوتيشن ولو في كندا، بس هنا أنا هذا اون جريد يعني هذا هنا أنا ما يستعمل ماكو بطاريات لانه الشبكه تشتغل، فماكو وش واحد يشتري بطاريات، مجرد انه يريد يقلل استهلاك الكهرباء. ف المنظومة هذه اللي قارنت بها 4.5 كيلووات سعرها 14,697 كندي تقريبا 11,400 دولار أمريكي. هاي مواصفات المنظومة هنا، مثل ما قلنا هي منظومة on grid يعني ما لها علاقة بمنظومتنا، منظومتنا هواية هواية أحسن يعني بها بطاريات ونوع الانفرتر يختلف. احنا فرضنا 8,000 دينار، الكيلوات مالتنا 3.97، هذه هي الكيلوات الحقيقيه الحقيقه مو 3.3 لانه عندنا 13 لوح، فيطلع عندي السعر دولار للكيلوات 2015 بينما هو هنا السعر مالته 2500 دولار للكيلوات حتى ينصب لك المنظومة. ها كلها طبعا منظومة كاملة ومنصوبة. الورنتي اعتقد هنا أنا مذكورة في مكان ما الورنتي. يمكن بالكلام مذكورة. ها هياته. الورنتي سولار بانل 25 سنة. الانفرتر 10 إلى 12 سنة. الأوبتمايزر 25 سنة. هذه يمكن دكتور عمار يحكي لكم عليها إذا عندكم سؤال. ماونتنج هاردوير هاي الهيكل 20 سنة والليبر 3 سنوات. هاي الورنتي اللي يطوها هنا. هذه واحد من العروض. عرض ثاني أكو شركة ثانية نفس البيت همين سووا له عرض، قالوا له احنا ننصب لك 3.45 كيلووات، سعرها تقريبا 12,700 يعني 9,900 أمريكي، يطلع 2,800 دولار للكيلوات بالنسبة لهاي المنظومة الثانية، مع أنه الواطية أقل 3.45. الورنتي أيضا أعتقد نفس الشيء ماكو اختلاف عن ذيك اللي قبلها،
فتلاحظون هنا بالحالتين احنا شيكنا، مع انه هاي المنظمه ما بها باتريات، هي الباتريات جدا مكلفه يعني، يعني هي سعرها جدا نسبه عاليه من السعر الكلي. فتلاحظون احنا لحد الان يعني سعر ممتاز، انا اعتقد يعني هذا ان شاء الله نقدر نثبته يعني للسعر. الاستنتاجات اخوان، قوه المنظومه او السترينث والويكنس راح نذكر مال التحليلات مالتنا. القوه مالتها انه استندنا على المعلومات الجويه بالنسبه لاشعاع الشمسي وبالنسبه لدرجات الحراره لمدينه بغداد، تعتمد على حمل حقيقي للبيت العراقي في 2013 من وزاره الكهرباء. الانفرتر سيلكتد از كومباتبل وذ ذا بي في بانلز اند ذا باتريز تو جيت 10 ييرز وارنتي. هاي طبعا نقطه كلش كلش مهمه، انه انت هسه احنا مثلا هسه نريد نشتري الانفرتر، هاي طبعا ما حد يحكي بيها ابدا، يقول لك اعطيك وارنتي سنتين. زين تقول له زين اوكي انا يعطيني هذا زين سنتين انا قابل بيها، ورا سنه صارت مشكله، تروح على هذا يقول لك انت شنو استعملت بطاريات ويا المنظومه مالتي، تقول له كذا، يقول لك اذا نوابي وارنتي هاي، انا اريدك تستعمل الباتري الفلاني ويا الانفرتر الفلاني، هو مرات يقول لك حتى ويا الفوتوفولتايك شغله الفلانيه. فالانفرتر سيلكتد از كومباتبل وذ ذا بي بي بانلز اند ذا باتريز تو جيت ذا 10 ييرز وارنتي. It is also capable of connect remotely by Wi-Fi Ethernet. هاي انت قاعد بمكانك بالتليفون تقدر تشوف اذا عندك لوح عاطل او اذا عندك شيء. هاي طبعا بالمستقبل، احنا هسه ما نحكي نريد هاي، بس امكانيه موجوده. One of a kind in the Iraqi market that maintained the interest of the Iraqi customer for 10 years of service. ما عندنا احنا كنا نشتري مثلا ثلاجه ونخليها ورا سنه شوي، هذه كنا نشتريها من الخفيفه ورا سنة المشاكل تبدي والهاي ما حد لا فلوسنا راحت، احنا هاي 10 سنين ضمان، وعلى شرط انه تستعمل الاجزاء مال المنظومة يعني مثل ما هي يعني نفس المصممة، وانه ما تلعب بالمنظومة يعني مو تجي درنفيسك فوق الانفرتر يوم كل ما يجي تصير شغلة تتحل هاي بالدرنفيس، احنا هاي نفترض انه ما يجي شركة خابرة تجي هي تسوي لها، تبدل لك الانفرتر تبدل البانل هي تتخذ الإجراء. Can be custom sized based on the customer requirements as it is sized to 15 ampere maximum loading. يعني احنا فرضنا 15 ampere يعني كحمل بيت متوسط، يعني عائلة متوسطة مثلا 4 نفرات عندهم مثلا يا إما مبردة ومضخة مي تشتغل يريدون، أو مكيف مثلا 8 ampere. هاي طبعا ال 15 ampere أقصى حمل خلال الصيف، ولكن الحمل متغير خلال السنة. ولكنه إذا أنت مثلا تقول لي أنا أريد 30 أمبير، إحنا نقدر ندخل الداتا مالتك مال البيت بالنموذج الرياضي ونطلع لك نقول لك أنت تحتاج 25 بانل وكذا كاباسيتي مال إنفرتر وكذا كاباسيتي مال باتريات، وهذا السعر الجديد. Data modeled by professional team volunteered to help solving Iraqi problems with no conflict of interest. يعني احنا لا عندنا شركة ولا عندنا، احنا نريد بس يعني اجر على من رب العالمين ولا رايدين يعني فائدة مالية. تجمع هي فكرة الاستاذ مهندس اياد مشكورا، هو فكرته جمعنا احنا كمهندسين، لا عندنا مصلحة ولا عندنا فائدة، فقط نريد يعني اذا نشوف افلام هاي الناس اللي تتأذى وبدأت تعاني من الكهرباء. الكهرباء هو الحقيقة سبب رقي المجتمعات، يعني من السوق ما تكون مستقر كهرباء تلقى المجتمع بدي يرتقي، ما يدوخ انه كل ساعة يعني جيب نفط وودي نفط واحترق كذا وصلح كذا واحترقت المحولة. فهذه ايضا نقطة لقوة المنظومة اللي اختاريناها. النقطة الأخيرة get rid of the generator contract and the grid uncertainty with excellent payback and warranty to cover 95% of the actual load. The selected inverter works with the generator if required. يعني أنت 95% من الحمل احنا هذا حسب الموديل الرياضي يغطي على فرض 15 أمبير، طبعا احنا هذا الحمل فرضنا حمل البيت، بس أنت إذا خايف وتقول لا أنا أريد أشتري 5 أمبير جنريتر
على هاي 5% اللي انت هذه، ممكن الانفرتر يشتغل مع الجنريتر، هو يشتغل كشارجر، فهاي ايضا قوه للمنظومه اللي اختاريناها. نقاط الضعف قلنا 5% of the house any load is estimated to have no electricity، ماكو كهرباء، 5% انت ظلمه يعني، تشعل الصوبه وعلى تخبز لو شيء تلتهي بيها مثل ما كنا قبل. Need to develop the implementation by locating partners and banks. بعد لازم عندنا تطوير، وهذا الحقيقه اريد اناقشه ويا التجمع اليوم خطوات التاليه بعد بعد ما خلصنا الشغل. اريد نتفق مع بنوك، اريد نتفق مع جزء مستثمر، جزء نتفق ويا شخص يريد مثلا يحسن من الوضع العراقي ايضا بنفس اهدافنا بفائده بسيطه، ايضا هذه نحتاج ان يعني نفكر بها. No Iraqi regulations yet to deal with the installing solar system, but the system is designed to work when regulations are issued with minor changes. يعني حاليا ما ماكو فد يعني تشريع لاستخدام الطاقة الشمسية، اكو ظهر فد شيء بسيط يعني، بس ماكو قانون، ما صدر القانون اللي ينظم عملية نصب حتى تقدر مثلا تنصب ميتر ويصير يعني input و output الى الميتر، يعني بالليل انت ماكو كهرباء مثلا تستورد وتصدر في وقت الذروة اللي هو وقت الظهر لما عندك حاجة، وبعدين أي شيء يزيد عن حاجتك ممكن تصدره. ولكنه مجرد تنصب ميتر إذا طلع القانون ماكو داعي أنه تبدل المنظومة أو تبدل أجزاء رئيسية بها، مجرد أنه تنصب ميتر. ضعف آخر أشياء 15 أمبير ماكسيمم لودن سمر، هذا إحنا فارضين 15 أمبير، يعني أبو 20 و30 أمبير لازم ندخل المعلومات بالموديل ونقول له أنه هذا اللي يفيدك، يعني بأجزاء تختلف عن الأجزاء اللي إحنا فرضناها، والسبب هو هذا لعائلة متوسطة، يعني إحنا شغلنا على عائلة متوسطة، ما نريد يعني يعني حتى 15 أمبير، لأنه قال كريتيكال لود 60%، هاي نقطة مهمة راح تغطي. فهذه هي الفرضية اللي مشينا عليها. Training required at high level to install and operate the equipment. يحتاج تدريب حتى ننصب الإكوبمنت يعني بشكل صحيح، وحتى تحصل على الورنتي 10 سنين. Needs roof surface area to be installed or alone with no minimum or no minimal shadow on the PV panels. Panels also need cleaning all year round to maximize efficiency. يحتاج تنظيف طبعا البانل لانه شمس، وايضا تحتاج الى سقف مساحه معينه او حديقه، لازم ما يصير ظل هوايه عليها الالواح يعني، فاحسن شيء هو طبعا السقف. هذه ايضا تاثر على كفاءه المنظومه. New subject for Iraqi people that take time to be trusted. موضوع جديد بالنسبه للعراقيين، يحتاج وقت حتى الناس تكون واثقة منه وتقدر تستعمله. خطوات الثانية اللي نفكر بها هي finalizing the spreadsheet for engineering modeling to be able to be applied to custom projects. هاي ذكرناها. Transferring the study which proved success to implementation by discussing with the IE members and administration some possible options. نفكر بالخطوات التالية، نشوف شنو راح نسوي بعد ما خلصنا اختيار المواد واختيار الاكوبمنت الملائمة. Coordinating with the Ministry of Electricity and some governmental departments to issue regulations and directions to make implementing solar energy projects easier. لاحظتوا بالإمارات شلون تطوروا بسرعة، وما خسراني من جيبهم ولا فلس، يجي المستثمر هو ينصب وهم يشترون كهرباء منه 1.9 سنت العقد الأخير، يعني شيء أتوقع رهيب بالنسبة إلى تقارنها بمحطات ملوثة للبيئة. أكو مشاكل طبعا، الشمس غير موجودة دائما، نحن بنعرف هذا، ولكنه توفر لك طاقة في حمل الذروة، وهذا طبعا شيء جدا ممتاز. Coordinating with investors who have clean history and willing to work on implementing this project. اتصال بمستثمرين، يمكن احنا بالخطوة الثانية واحدة من الأشياء اللي مقترحة. Increase the awareness of Iraqi people that there is a solution to the electricity everlasting problem. مشكلة الكهرباء اللي هي الآن الناس كلها تعاني وتحكي بها، صار لهم احنا الحقيقة من الثمانينات عندنا قطع، يعني ما لها علاقة 2003، اكو سوء إدارة بعد 2003،
نعم، لكنه احنا من 2008s من اتذكر الحرب الايرانيه تنقطع الكهرباء، كانت انقطع ولو كان اقل يمكن من حاليا، لكنه اريد نزيد ادراك الناس انه المشكله لها حل، يعني مو هي مشكله عويصة ومطبق بالعالم ومجدي اقتصاديا. Publish in the clean media and the clean media the results of our project as one green solution to the electricity problem. ننشر الحقيقة هذا البحث في محافل علمية، إن شاء الله أكو فكرة نسوي ورقة. الشيء الأخير publish scientific paper in a conference. أيضا الميديا النظيفة أيضا نحاول أنه ننشر بها، أنه يكون هناك أمل للناس في تطبيق، خاصة إذا أكو بنوك تسهل عملية أخذ القرض وأنه هم يتحملون يعني جمع الفلوس من الناس، يعني لأنه مو شغلتنا إحنا. اللي علينا عملنا التصميم الهندسي وثبتنا جدول اقتصادية مالته، باقي الأشياء طبعا لازم أكو ناس تعاوننا بيها. إلى هنا أنا طبعا إحنا أنهينا بحثنا شوية، يمكن طولنا أكثر، بس نشكر الجميع على حسن الاجتماع، وإن شاء الله هذا الجهد يكون فاتحة خير للتجمع وللعراقيين جميعا، أنه أكو ناس يعني موجودة الحلول، يعني ماكو شيء ما ينحل، وحلول اقتصادية أيضا. الآن نفتح الباب إلى الأسئلة. أنا بس الشات ما دا أشوفه وين الحقيقة. أستاذ فارس، بس إذا تسمح لي فد مقدمة إضافة للكلام. تفضل. السلام عليكم أخوان، وياكم أياد خالد المدير الإداري لتجمع الخبرات الهندسية العراقية. حقيقة التجمع صار له 6 أشهر أو 7 أشهر، بدينا في بداية حزيران، و تكلمت جهود الأخوان في الدراسات وفي لجنة التدريب بفعاليات متميزة بالحقيقة. هذه الدراسة بالحقيقة، وعندنا أيضا بعد دراستين أخرى، بس إحنا نتيجة قلة الأعداد وقلة الإمكانيات نحب نركز الآن حاليا على هذه الدراسة. ممكن أن تقلنا إلى 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 نقلة نوعية على صعيد التجمع. أما على صعيد البلد بالحقيقة، فأنتوا حضراتكم كل تعرفون يعني وضع البلد، يعني موضوع الطاقة الشمسية من المواضيع المهملة. وعندما أقول أنا يعني بالحقيقة أنا شخص عندي خبرة كبيرة في قطاع الكهرباء، يعني شاركت بعدة مشاريع ضخمة كهربائية بالعراق، شاركت في مشاريع استثمار 900 ميجاوات. فعلى سبيل المثال يعني للحصر، يعني الدراسة الماستر بلان اللي عملتها شركة عملاقة هي شركة بارسون بيرمنغهوف في 2009 و2010، ما ركزت على موضوع الطاقة الشمسية، رغم أنه هذا موضوع الطاقة الشمسية في تلك السنوات كان قد بدأ يأخذ مجاله، وكانت كان الخليج سباق في 2009 و2010 إلى أخذ إلى اعتماد مشاريع ضخمة بالطاقة الشمسية. في الأردن انتشرت الأردن رغم إمكانياتها الاقتصادية المحدودة، الطاقة الشمسية على صعيد المنازل أخذت توسعت. فمع الأسف هذا الموضوع أهمل في العراق بسبب سوء التخطيط وبسبب إرادات سياسية كانت تهدف تجد في مشاريع مثل هذه ما تحقق مآربها الضيقة يعني. فلذلك احنا نعتمد على جهودكم في انه نستطيع ان نسوق هذا المشروع المهم 3 جيجاوات اضافة 3000 ميجاوات الى الشبكة العراقية، مشروع عملاق. احنا ما نريد ان نبالغ بالامور، احنا قد نبدي ب 500 ميجاوات او قد نبدي بالمشروع 100 ميجاوات. الأساتذة في لجنة الدراسات عندهم انطونا أفكار ممتازة حول الطريق للأمام لبدء المشروع، لإيجاد ناس بنوك أو لإيجاد مستثمرين. فأحب أنه أن من حضرات الضيوف ومن حضرات الأعضاء أنه يزيدون همتهم في خدمة هذا المشروع، وإحنا راح نسوي دراسة إضافية
كيف ننقل هذه الدراسة المهمة الحيوية إلى 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 دراسة أو الآن إحنا خلينا نقول هذا بالفيزيبيليتي ستدي فيس راح ننقلها إلى البيسك إنجينيرينج، ما هي الخطوات اللازمة، كيف نوقع النون ديسكلوزر أجريمنت مع البنوك ومع المستثمرين حتى نقدر نقنعهم بهذه الفكرة الحيوية الذهبية اللي الأخوان مشهورين قدمونا إياها. شكرا استاذ اياد. استاذ اياد طبعا فضله كبير، هو سبب يعني لمنا سوية الدورات ال 79 و 80، وطبعا انضم بعدين انها ايضا مجموعه ثله طيبه. اكو سؤال من استاذ كمال، ما هي افضل طريقه تنظيف اللوح، ما هي افضل طريقه تنظيف الالواح، وما هي المده بين عمليتي تنظيف في اجواء العراق؟ هل يمكن إضافة موتور لتحريك الألواح لتتبع حركة الشمس والحصول على أقصى مساحة تعرض ممكنة في مشروعنا؟ أستاذ عمار تفضل، هاي يمكن لك السؤال. عادة بالمنظومات الصغيرة أو المتوسطة الحجم التنظيف يدوي صراحة يكون يعني، والتنظيف تنظيف سهل يعني، واحد يغسلها بالماء ويستخدم أدوات التنظيف ويمسحها. يعني عدد مرات التنظيف او الفريكوانسي مال التنظيف يختلف ما بين الصيف والشتاء، بس يعني كمعدل ممكن بالشتاء كل شهرين مره بالعراق تتنظف، وبالصيف بحدود ما بين اسبوعين كل اسبوعين الى كل شهر مره. وطبعا اذا صارت اي عاصفه ترابيه او شيء المفروض تتنظف بعدها، والمنظومه حجمها صغير يعني عمليه تنظيفها سهل. هنا يعني بدبي منظومات بالمئات الكيلوات ينظفوها مانيوال، بس طبعا عندهم عمال يعني يجيبون عمال شركات تنظيف تنظفها، بس واحد على مستوى بيته ممكن اذا يعجبه كل شهر مره ينظفها بالصيف والعفو بالشتاء او حتى اكثر شويه، وبالصيف مثل ما قلنا يعني كل اسبوعين مره أفضل. اما بالنسبه للموتور او يسموه التراكنج سيستم يعني هو انفيزبل للمنظومات حجمها صغير، بالإضافة إلى أنه صعب يعني واحد من يحط ألواح شمسية على سطح بيته، يعني المساحة الموجودة حتى هاي الألواح تلف يعني غير متاح. فعادة المنظومات اللي من هالحجم 4 كيلوات ولا 5 كيلوات عادة يخلوها ثابتة، بس احنا نفترض أنه أو التصميم الأحسن أنه درجة الميلان تصير يعني قريبة من الصفر بهاي الحالة. صح هو الدرجة الأوبتيمم المفروض تكون تساوي خط العرض، يعني مثلا بالعراق خط العرض جد نسيت والله 33 45 يمكن كان، لا خط العرض أعتقد 33 أي أو 30 مثلا أحسن، لا العفو 33 و3 بالعشرة 33 شكرا. فمثلا احسن زاويه ميلان هي 33 و3 من عشره تواجه الجنوب، بس طبعا اذا تنزل الدرجه اقل شويه يعني تقربها من الصفر تربح بالصيف بس تخسر بالشتاء. احنا من مصلحتنا نربح بالصيف، الشتاء شلون يكون واحد يتحمله، فراح تكون يعني درجه الميلان قريب من الصفر، عمليه تنظيفها سهل. هي الحقيقة أنا ما شايف منظومات تتحرك يعني هنا نسبوها ثابتة على خط العرض مثل ما قلت، لأنه هي مو عاكسات على شكل كونكيف، هي عبارة عن بانل، فهي نسبوها بالبلاس 10 وماينس 10 مرات يسوون حسب صيف وشتاء، أو خط العرض ثابتة طول السنة حسب المصمم. طبعا اليوتيليتي سكيل لا يحطون يعني عندك سنجل أكسس تراكينج أو دبل أكسس تراكينج يسووه، يعني خلينا نقول صحيح تبدي من 1 ميجا واط فما فوق. تنظيف طبعا تنظيفها احنا العراقيين معروفين العصر نزلم الصندة ونرش، فصير سهلة هذه رأسا تروح على الواح يومية ترشها. استاذ محمد قزات تفضل، عندك تعليق مباشر تسوي انمي وتتفضل. اولا السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. احنا نشكركم على هاي المحاضرة، نشكر الاخ سعد اولا والاخ عمار والأخ فارس، يعني محاضرة متكاملة حقيقة، دراسة ممتازة من الدرجة الأولى، أحسنتم. أشكرك شكرا. تسلمون بارك الله بكم. الله يبارك فيك.
وهذا فد يعني فد موضوع مفيد جدا في فيما لو تم انشاء كل مفاصله. والمفصل المهم بالموضوع هو وعي الانسان العراقي او الشخص العراقي لهذا الموضوع. بالبدايه قد واحد تقول له 8000 دولار تكلفك قد ينصقع يعني يروح ينصدم يصير عنده صدمه، لكن لازم يفتهم الفائده اللي راح يحصلها من هاي المنظومه فيما لو تم انشائها بشكل صحيح واصولي. الدوله ايضا راح تستفاد بشكل هائل، بشكل هائل الدوله راح تستفاد والمواطن يستفاد ويصير عنده استقلاليه جدا عاليه، وهذا فشيء يعني حلم بالنسبه لكل عراقي وكل بيت عراقي. سؤالي في المنظومات المجمعه، يعني اذا عندي عماره 20 طابق، طبعا هل حصل لنا مشكله بالمساحه وفي توزيع الالواح الشمسيه وفي تقسيم اللود بين 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 الشقق، اي واحد. اذا عندي قرى فهل المفاضله بين نظام طاقه شمسيه مركزي لو ايضا لوكال لكل بيت واحد؟ طبعا الدراسه تحتاج ايضا معلومه مهمه، والجماعه اعتقد هواي من الجماعه اكدوا عليها، هي كم المساحه المطلوبه ل 15 امبير، كم المساحه المطلوبه اذا عني عندي بيت زين وايد اطلب له 15 امبير او 30 امبير، يعني هل المساحه المطلوبه حتى اعرف شلون اوزعها؟ هذه كنقطه عامه بشكل عام. بالنسبه للسعر، هل السعر مع الامبير لينير ولا يعني 15 امبير 8000، هل 30 16000 دولار، لو في فرق يزيد او يقل ما اعرف عنه. وشكرا جزيلا واسف للاطاله، شكرا جزيلا. دكتور عمار تفضل. بالنسبه للقرى، طبعا اذا كانت القريه متكونه من عده ابنيه ممكن تصير محطه مركزيه، بس طبعا هاي لازم تمولها الدوله او الجهه المعنيه بهاي القريه. وحتى اكو حاليا شيء اسمه مايكرو جريد، والمايكرو جريد ممكن يشتغل وحده وممكن يشتغل ويا الشبكه. المايكرو جريد عاده يحطون به اكثر من مصدر، الواح شمسيه على بطاريات، طبعا بالعراق يجوز بعض المكانات حتى وندهم تشتغل، وحتى عندك شغلات يعني مولدات مثل ما موجود باوروبا، مولدات البايوماس والبايوغاز، فممكن تشتغل محطه مركزيه وبطاريات مركزيه وتغذي البيت. بس لكن اذا ما توفرت امكانيه انه دوله تصرف على هذا الموضوع المايكرو جريد، معناها ممكن كل واحد يسويه بروحه. واذا كانت القريه هاي بعيده عن شبكه الكهرباء، يعني معناها لازم يسويها اوف جريد. هاي من حيث القريه. من حيث المساحه يعني رفلي كل كيلووات يحتاج 7 متر مربع، من 7 إلى 8. طبعا هنا كفاءه الالواح هي اللي يعني مهمه، يعني واحد مثلا اذا عنده المساحه مفتوحه حتى لو يروح يشتري الواح كفاءتها قليله بسعر رخيص ما يهمه. اذا يريد يولد 10 كيلووات ما يهمه، اذا ال 10 كيلووات هاي يستخدم لها 100 متر مربع ولا 70 متر مربع هو عنده مفتوحه. لكن اذا عنده المساحه ليميتد فلازم يروح يختار الواح شمسيه كفاءتها عاليه. احنا المختاري 18.11 اعتقد اللي هو زين، يعني اعلى من المعدل. فالمساحه بشكل عام واحد ممكن يحسبها الكيلووات، خلينا نقول 8 متر مربع، يعني خلينا نفترض انه يترك مساحه حتى واحد يمشي على السطح تساعده بالتنظيف. فمثلا المنظومه هاي اللي استخدمناها لنفترض هي 4 كيلووات، معناها تحتاج 28 32 متر مربع، ما بين 32 الى 30 متر مربع المساحه. ما اعرف اكو بعد سؤال كان بعد عندك سؤال يعني استاذ محمد؟
نسيت. أنا منسيت. شكرا جزيلا بارك الله بك. شكرا. السعر لينير أو مو لينير؟ إيه. السعر مو لينير، كل ما يكبر ال كل ما مثل أي شيء، كل ما يكبر السايز كل ما البير يونت برايس ينقص. صحيح هذه بس ما أعرف حاليا بالضبط إيش قد النسبة. ممتاز هاي نقطة مهمة. هاي إن شاء الله بحث قادم نذكر هالنقطة، خوش نقطة. بس إحنا مو إحنا هدفنا العائلة المتوسطة مثل ما قلنا، يعني ما ردنا ندخل عائلة كبيرة وأربع مكيفات بالبيت، مكيف ومبردة ومطار مال مي. يعني دكتور موريس سؤال، ممكن طلب دعم من الدولة؟ الكثير من الدول تدعم استخدام الطاقة الشمسية للبيوت من خلال خصم أو توفير دعم مادي. إحنا إن شاء الله نسعى، بس ما عندنا يعني ما متوقعين يعني راح نحصل على شيء. هي هذا الحقيقة الهدف الأساسي لما الأخ جوزيف خلى المقترح أنه نبادر الدولة تعطينا مليون برميل شهريا، ومن هاي المليون برميل نحاول نبدي ننصب منظومات. بس يعني بظروف العراق والديون كذا يعني احنا ما متوقعين. يعني شفت انت قدامك بالإمارات مستثمرين والدولة تشتري كهرباء، يعني فهي احنا نتأمل إن شاء الله أكون مساعدة، وإذا أكو واحد عنده اتصال بالدولة أو شيء ويريد يبلغهم أنه هذا البحث ممكن نسوي لهم محاضرة يعني presentation، إحنا حاضرين. أستاذ فارس ممكن أعقب على هالموضوع؟ تفضل. يعني من خبرتي بعض البنوك الروسية والصينية بالحقيقة إذا نقدر نشتري 60% من المواد من الصين أو من روسيا اترحب بتمويل هيش مشروع. يعني هي هذا مشروع بالنسبة لها فد شيء كبير ويعطيها فالسمعة عالية بالعراق وإمكانيات نجاحها كبيرة جدا. فهل من الممكن أنه نوفر هيش مواد من الصين أو جد كلفة يعني المواد اللي ضمن الدراسة ممكن توفيرها من الصين مثلا أو من روسيا؟ دكتور عمار تفضل. التمويل بالنسبة مواد نقدر نختارها من الصين أو روسيا مثلاً؟ هو ليش لا موجود حال يعني 60% من المواد إذا اختاريناها من الصين فهواية بنوك صينية مستعدة تمول هيش دراسة هيش مشروع عملاق، يعني تحتاج بعض موافقات أخرى ودراسات أخرى، بس تعتبر هذا investment كبير يخدم الاقتصاد الصيني ويخدم توجهات البنوك في العراق. طبعاً موجود شركات صينية عالمية بالألواح الشمسية والإنفرترات، يعني رقم واحد. يعني مثلاً سانجرو شركة صينية بس حالياً بالإمارات واحدة من الإنفرترات اللي يعني نك تو نك ويا الاس ام اي ويا الفرونياس بالألواح الشمسية. نفس الشيء عندهم ألواح شمسية درجة أولى، مثل واحد من الموديلات اللي شوفناها فارس مستخدمة ألواح زد إنشاين، هاي صينية، هاي البانل مالها كفاءة 22%. ليش لا؟ أشيدك. شكرا عيني أستاذ إياد. أستاذ همام تريد تتكلم لو تريد أقرأ السؤال؟ لا بس عندي سؤالين على طبعا يعني جهد رائع وجدا مشكورين عليه. المحاضرة جدا قيمة وشاملة، وأعتقد يعني غطيتوا أغلب الجوانب الموضوع، يعني فعلا استمتعت محاضرة اليوم، شكرا جزيلا. ممنونين بوجودكم طبعا. الله يحفظكم. طبعا تعقيب على سؤال أستاذ كمال أنه طرح شغلة التنظيف، أنا كان همينا عندي سؤال على هالموضوع. يعني كثير من البيوت ممكن يكون مكان الألواح غير يعني مو سهل الوصول إليه، يعني not accessible. وأكو دراسة بالسعودية اللي هي جوها قريب على جو العراق أنه الكفاءة ممكن تقل إلى حد 10% كل 6 أسابيع بالأجواء المتربة، يعني وإحنا بدنا نحكي بحالة وجود عواصف ترابية. فممكن أنه واحد مثلاً يضيف مثلاً self-cleaning اللي هو ما راح يكون كلش يعني efficient، بس مثلاً لما واحد يكون مثلاً عنده عمارة وعنده مثلاً مكان ضيق، لأنه إحنا نحكي على 30 متر مربع اللي تقريباً 3 × 10، يعني كثير من البيوت المشتملات نقول يعني
اذا ما عندهم هيك مساحه ممكن يحطون بعض الالواح على البيتون مثلا، فهاي ما راح يكون الوصول لها سهل. فممكن اضافه مثلا مرشات انه تتوصل مثلا يعني بي في سي بايبس ومضخه على مود انه ضغط الماء يكون قوي، يعني الى حد ما نكون ممكن التنظيف افيشنت مثلا 80%. فبس انه مثلا نقطه واحد ياخذها بالاعتبار. احسنت. الشغله الثانيه بالنسبه للاوبريتنج تمبريتشر انه ذكر الى حد 60، احنا بالبارد ما عندنا مشكله يعني، بس بحراره العراق انا مشتغل يعني على كثير من المعدات واحيانا المواصفات تكون تركي يعني مو كلش واضحه، فهم يقولون انه اوبريتنج تمبريتشر هي مثلا 60، بس القصد هم يحكون 60 انه داخل البانل مو الانفايرمنت برا. يعني احنا لما الحراره تكون مثلا نقول 50 مئوي ممكن الحراره داخل البانل توصل الى 80 او 90. فبس هاي نقطه هم انا انه حبيت انه اثيرها انه واحد يتاكد من مواصفات الانفرتر. فشنو قصدهم بالاوبريتنج تمبريتشر؟ هي انفايرمنتال اور بانل تمبريتشر؟ دكتور عمار تفضل. البانل هو اللوح الشمسي طبعا، يعني درجه حراره الخليه الشمسيه اعلى من درجه حراره الجو ب 25 او 30 درجه، بس درجه الاوبريتنج تمبريتشر للانفرتر هي درجه حراره الجو طبعا حسب المكان. يعني مثلا بالعراق لو انا بمكانهم اشوف انفرتر 60 احطه اندور، ما يعني ما احطه اوتدور. حتى بالمواصفات يقول لك مثلا هذا تحطه اوتدور، هذا تحطه اندور كونديشند، هذا تحطه اندور ان كونديشند. فاحنا 60 درجه اعتقد اذا واحد بس مجرد حطه داخل غرفه او مجرد بس يغطي من يعني الدايركت سان لايت تكون كافيه. البانلات مصممه عادي يعني توصل صح مثل ما قلت 80 درجه توصل بعز الصيف، من توصل 80 درجه طبعا تنقص الباور اللي تطلع من عندها، يعني هذا محسوب ينحسب. احنا بالموديل حطينا شيء اسمه بيرفورمانس ريشيو، بيرفورمانس ريشيو ياخذ النظر الاعتبار كل هاي الخسائر من ضمنها خسائر الـ يعني انخفاض التوليد بسبب ارتفاع درجات الحراره. بس بشكل عام درجه الحراره يعني ما تاثر هوايه على انخفاض الكهرباء، اللي ياثر هو التنظيف. التنظيف يعني الدراسه اللي تفضلت ذكرتها اللي هي كل 6 اسابيع، يعني هي مثل الاستنتاج مال الناس، احنا قلنا يعني بالصيف ما كل ما بين شهر الى شهرين ممكن واحد ينظفها. وطبعا ذاك الوقت تبقى هي المستخدم هو شطارته، اذا حريص يريد يستهلك اقصى ما يمكن ينظفها حتى كل اسبوعين مره. و يعني بشكل عام ان شاء الله. العفو، بس سؤال اخير. اغلب الناس لانه هاي راح تكون 15 امبير ومعذره على الاطاله، فاكيد راح يحتاجون باك اب، فالباك اب راح يكون مولده الشارع. ايش قد تحتاج المنظومه كم امبير ساعه على مود تنشحن؟ لانه هذا هم يدخل بالحسابات، لانه بعض البيوت يسحب فقط 5 امبير، فايش قد راح يحتاج من هاي الطاقه على مود يشحن المنظومه؟ هو هذا محسوب بالموديل، احنا من حطينا الموديل الباتري مكتوب التشارجنج كارنت ماله ايش قد. التشارجنج كارنت مال الباتري يحدد شيء، هو الباتري كم ممكن يعني يتحمل تشارجنج كارنت، والانفرتر ايش قد يطلع. فاحنا بصراحه بالموديل موجوده، يعني افترضنا مثلا اول 3 ساعات مقطوع الكهرباء، ثاني 3 ساعات الكهرباء اون بعدين اوف، فاول 3 ساعات الباتري هو اللي يغذي. الباتري اللي استخدمناه احنا نسيت ايش قد الكاباسيتي مالته كان، بس ممكن يغذي اول 3 ساعات من حين البيت بدون ان ينشحن. الى الان تخلص هاي 3 ساعات تجي 3 ساعات الثانيه اللي بعدها اللي هي الكهرباء موجوده. الشحن البطاريات ممكن استخدمناها احنا ممكن تتحمل تيار شحن 15 امبير دي سي، طبعا 15 امبير بالساعه، ف يعني بالساعه الواحده تحصل 15 امبير، يعني خلال 3 ساعات او اقل من 3 ساعات الانفرتر البطاريات تكون مشحونه بشكل كامل اقل من 3 ساعات. ماشي، شكرا لك دكتور عمار. شكرا جزيلا.
اكو سؤالين متشابهه من استاذ فلاح داود ومن الدكتور عبد الجبار نعمه خليفه على الاريا ريكوايرد، يعني ايش قد مساحه تحتاج. تريد تحب دكتور عبد الجبار تريد تتكلم سوي انمي وتتفضل. دكتور الحقيقة دكتور عمار جاوب على هذا السؤال تقريبا على المساحة يعني، بس هل نحتاج غرفة مخصصة للمعدات؟ يمكن هم نتكلم على الموضوع، بس التصميم اللي هسه عرفتوه لازم يكون كله اندور، لو قسم منه او الدور ممكن، لان تدري هسه البيوت بالعراق يمكن اللي عايش في العراق يعرف يعني اكو بعض الاحيان هسه الناس تاخذ 50 متر مربع وتبني بيها بيت، وها صارت كثيرة حقا بالعراق يعني. فاللي 50 متر مربع تنطيه منظومة من هذه النوع لازم تقول له شلون يحطها وين يحطها ايش قد تاخذ مساحة الى اخره. شكرا جزيلا. النصب مشمول بالسعر دكتور، يعني احنا الشركة ان شاء الله هي راح تنصبها، فاكو خلينا بالموديل النصب ايضا سعر له خليناه ضمن السعر. العفو انا مو قصدي الكلفة مال النصب، وانما المساحة والحجم اللي تحتاجه المنظومة حتى تقعد في شقة صغيرة او في بيت صغير مع البيوت الصغيره هسه بالعراق اللي دا تكثر بصوره كلش كبيره. صحيح. دكتور عمار تفضل على المساحه باكدها رجاء. المساحه مثل ما قلنا الالواح اللي احنا استخدمناها ما بين 7 الى 8 متر مربع، بس اذا واحد شويه يزيد السعر ويشتري سولار بانلز من شركه سام باور او هاي الشركه الصينيه، هذول عندهم الواح كفاءتها توصل 22%، يعني الكيلووات بخمسة متر مربع يحتاج حتى يتركب. يعني هذا المنظومة مالتنا 24 متر مربع بس يكفيها، مقابل يعني زيادة بسيطة بالسعر إذا خاصة بالطريقة اللي أنت حسبتها وتتوزع على كذا سنة، يعني الفرق يطلع قليل. والإندور والأودور ممكن أودور ينحط تحت البانلات، بس واحد يحط يعني مظلة، وممكن واحد شوية يطول الكيبل ويحطها بغرفة بالبيتونة، يعني يركب البانلات والإنفرتر والبطاريات. شكرا دكتور عمار بارك الله بك. سؤال من أستاذ سعد المفتي، هل وصلت الألواح الشمسية إلى القمة في الأداء والقعر في الكلفة؟ السيليكون اللي هي منظومات الكريستالين سيليكون يعني يبدو أنه إيه يعني قريبة من البيك، ولذلك بدأت هسه يعني تكنولوجيات جديدة اللي هي الثين فيلم هسه طلعت، لأنه يعني حاليا الأنواع اللي تستخدم السيليكون يعني معدل الزيادة بالإفشنسي مالها مدى يصير متسارع مثل قبل، لكن بالمقابل زيادة كفاءة الألواح اللي تستخدم تكنولوجيا أخرى اللي هي تكنولوجيات الثين فيلم مثل ما قلنا، صح هسه كفاءتها اقل بس البروسبكتيف مالها عالي، يعني ممكن بعد كذا سنه كفاءتها تجتاز ال 22% الحاليه. احنا طبعا دائما اكو تطور، فيعني ما نقدر نقول وصلت او ما وصلت، لانه انت شفت الخمس سنين ونزل السعر تقريبا الى 20%، فاحنا نتوقع يعني انه راح يستمر الانخفاض، يعني ما معقول انه الانسان قدرته أو قدرة رب العالمين طبعاً أنه يعطي هاي القدرة أنه راح يوقف في العلم في مكان معين. حتى الألواح الشمسية حالياً هي يسموها concentrated PV، يعني عبارة عن خلية وفوقها عدسة تركز الإشعاع الشمسي، هاي كفاءتها توصل 40%، بس طبعاً هاي حالة الثيرمال سيستم يحتاج لها تراكر صحيح تصير يعني عريضة هالشكل. شكرا دكتور عمار. سؤال اللي بعته من دكتور موريس يشكر الحقيقة، شكرا على المحاضرة، شكرا على حضوركم دكتور موريس، يعني شكرا على دعمكم لنا. أستاذ جواد علي تحب تتفضل لو تحب أقرأ السؤال؟ حاضراني. إذا تقرأ أفضل لأنه الموضوع طويل شوية، بس أنا مختصر كتبت لك. راح أقرأ وإذا تحب تتفضل همين أتعلق أنا وسهلاً. فدكتور أستاذ جواد علي يقول دراسة رائعة جداً ضمن هذا الموديل الأولي المهم، وأرى ضرورة بناء موديل آخر يبنى على بيانات وأرقام أخرى أعتبرها شخصياً أكثر دقة وواقعية وبما يتناسب مع حاجة فعلية للعائلة العراقية
وأنا على استعداد تام أن أكون أحد المساهمين في الموديل الجديد لمحاولة انتاج دراسة جدوى أخرى مع تحياتي. يعني أنا تفضل أستاذ جوادي إذا تحب تعلق على السؤال. أنا بس أكو نقطة مهمة إحنا عانينا كثيراً، هو شخصياً يعني الحقيقة دكتور عمار عانى، يعني إحنا المعلومات الإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة أخذناها رو، يعني حتى أكو مكانات فارغة بها كملها، يعني ما عندنا مع الأسف. هذه دعوة إلى الجامعات وإلى المراكز البحوث أنه تهتم ببناء داتابيس عراقية لمعلومات الأنواء الجوية والكميات المطر وإلى آخره. إحنا الحقيقة أخذنا رو ماتيريال يعني برينتر برينت أوت وحولها إلى أكسل شيت، وهو من عندها بنى الموديل. تفضل أستاذ جواد، تفضل إذا عندك تعليق. نعم، يعني الأرقام اللي ما أخذيها حقيقة ممتازة، بس أكو قضايا تخص استهلاكنا. يعني على سبيل المثال ال 15 أمبير فتقضية أنا شخصيا أعتبرها محيرة. ليش؟ لأنه السخان ما تقدر يشغله، مثلا المكيف ما تقدر يشغله، وبالتالي أنا ذاب بفلوس على ال 15 أمبير، بس أكثر العوائل ضمن هاي الفئة ما تقدر تستفاد منها، لو 10 إلى كافي، وبالتالي الكلفة تصير أقل. مثلا بالنسبة لحسابات سعر الطاقة حسبتوه على 30 دينار، ال 15 أمبير تنحسب على 10 دنانير، ما توصل ل 30 دينار. هذا هم ما تفرق حقيقة أرقام عديدة. أنا برأيي إذا تحبون تبنون موديل آخر، هذا نعتبره المرجع الأساس للفكرة، أنا مستعد أعطي أرقام يعني تدعم الأرقام اللي أعطيتوها. بس بلي اوكي، ممكن ندخلها اي ارقام اخرى ندخلها بالموديل نشوف شو تطلع. نعم، اذا تحبون يصير تواصل انا اكون ممتن. العشر دنانير الحقيقه السعر يعني هو سبب مشكله الكهرباء، هو هذا السعر، يعني هو سعر مو منطقي. هو لو سعر منطقي كان انت عندك شبكه جودك 100% كهرباء. نعم اكو رينج هو العشر دنانير الى حد 1500 كيلوات ساعه، صحيح، لكنه هو كاستهلاك يعني ما معقول 10 يعني 10 دنانير. يعني انت شفت يوصل الى 120 دينار للريزيدنشال نفسه. ف واكو تجاريه اعتقد اكو مكانات دا يزودوها هسه بكهرباء 24 ساعه اغلى من العشرة. فاني بالنسبه ل 30 اختاريته لانه هو هذا السعر مال كردستان الحقيقه، هم اللي ريزيدنشال يشرجوه 30 دينار. بس ال 15 امبير ما توصل ل 30، يعني الاستهلاك مالته 15 امبير يشتغل على التعريفه الاولى اللي هي 10 ضمن ال 1500 كيلوات اور بالشهر. صحيح، تمام. بعض الارقام استاذ فارس يعني اذا اتصور، اذا يعني حتى لو على شكل جانبي بالتنسيق ويا استاذ نوري نقدر نبني في موديل اخر يعطينا رؤيه قد تكون يعني قد تكون اكثر دقه، وبالتالي هذا يعني الكفاءة تصير، ويعني شلون قلت لي يقول الواهس يكون أكثر. ماشي إن شاء الله. إحنا مو قلت لك هاي الأسعار بيها يعني بلس ماينس، بس أنا فرضت 30 كسعر منطقي للوحدة اللي هو بين 10 إلى 120، يعني أنا هيك فرضت يعني. بس عندي إضافة أستاذ فارس اسمح لي. تفضل استاذ جواد. طبعا المداخله مالتك قيمه جدا، يعني انت من قلب المشكله، من قلب القطاع هذا تعطينا معلومات زين، فاحنا نرحب بهيك افكار. وبالحقيقه احنا هذه الدراسه الفيزيبيليتي الدراسه الاوليه، لا اعتقد ما ادري دكتور عمار اذا اتفق وياي، اعتقد الدقه مالتها تقريبا تتراوح ما بين 30 بلس ماينس 30% او 25%، فما زال هناك امامنا شوط كبير للعمل. بس هي في هذا الحيز الآن بهذه المعلومات القيمة هي قابلة للتسويق، وإحنا بين ما نعمل على التسويق أيضا راح نعمل على جعلها أكثر دقة من خلال مشاركة حضرتك والحضرات الضيوف الآخرين. شكرا. لا قد تكون 50% دقة، ما أكثر من 35. هي ترى سعر استاذ جواد، سعر الكهرباء يمكن طلع 200,000 دينار، بينما هو التوفير الحقيقي من انه راح تخلص من المولده اللي هي
10 امبير في 15000 اللي هي 1,800,000، فهو حتى لو اغيرها الى 10 ما راح يغير هوايه بال يعني بالسعر بالتوفير. العفو استاذ جواد، ايش قدر الرقم دقه الدراسه تتوقع حضرتك؟ اتوقع 50 مو 35، يعني اكثر من 35 الدقه. لا انا توقعت 70، يعني انت الان يعني ماشي، اذا انت يعني هذا قابل للمناقشه بالحقيقه. انا توقعت 70 يعني من التفاصيل اللي، بس طالما حضرتك تقول 50 يعني ما زال عندنا، لانه ضروري احنا حتى نسوق المنتج مالتنا تكون الدقه مالته 70%. يعني هذا 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 جزء من هو هذا اللي انا ابغيه، يعني اللي انا كتبت يعني هو هذا القصد، تكون اكثر ما يمكن دقه حتى بالذات المختصين من يسمعوها يقتنعون بها تماما وبالتالي يسوقوها. وبالمناسبه احنا البارحه قاعدين بمطعم بغداد، يعني كان اكو احد الاصدقاء طالب ويانا بالكليه حاليا، يعني مقاول هو ويشتغل، فعنده فكره عن هيك امور يساهم بالاستثمار بيها، نقدر نتصل به. هو استاذ يعني بالنسبه لاغلب الشركات يعني وحتى المنظمات العالميه، يعني هواي منظمات تحب هيك مشاريع، انت من تجيب لها مشروع تتراوح الدقه مالته 70%، هي مستعده تنطيك فلوس على قد الكلفه مالتك حتى تصعد الدقه من 70% الى 80% او 85%، اللي هم البنوك يريدوها بهالدقه حتى يبدون يمولون هيك دراسات بعد اكثر. يعني فهذه مراحل يعني احنا راح نستمر بها مع الاخوان في وجهه الدراسات لجعل هذا المشروع الحلم حقيقه. وشكرا. عندي بس شيء ذكرته تعقيب هسه فيما يخص البيوت الصغيره جدا. احنا هاي المنظومه حاليا نحاول نستفاد، يعني بالاضافه الى انه تحل مشكله الانقطاع والديزل والى اخره، نحاول ايضا نطلع بها فائده ماديه. لكن اذا كان حجم المساحه الموجود صغير جدا اصلا، حتى بها امكانيه الاستغناء تماما عن الالواح الشمسيه، بس واحد يستخدم بطاريات وانفرتر. لما الكهرباء موجوده تشحن البطاريات، لما تنقطع الكهرباء البطاريات تغذي البيت. يعني حتى بها هذا النوع من الفلكسبيليتي ممكن تشتغل بدون الواح، بس طبعا العائد المادي او الربح راح يكون اقل، يعني راح يكون بس المستخدم. هذا مستخدمي ببيوتنا استاذ، يعني هذا مستخدمي ببيوتنا الانفرتر العادي. طبعا كفاءتها ما تكون محدوده، تعتمد على حجم البطاريه. مستخدمي هذا وكلفته بسيطه، يعني كلفته بسيطة. هو هذا طبعا المفروض البطاريات هسه الموجودة عالميا هي الليثيوم ايون، والانفرترات اللي تستخدم يعني بها مواصفات عالية، بس نفس المبدأ يعني حتى هذا هم ممكن. شكرا دكتور عمار. السؤال التالي، عفوا استاذ جواد ما ادري جاوبناك لو عندك شيء بعد. لا ممنون منكم استاذ. شكرا على مداخلتكم. استاذ ايادي عند السؤال، اشكرك على دراساتي هذه الدراسه المتميزه. سؤالي، مولدات الشوارع ذات كفاءه قليله مما تسبب اضرار للاقتصاد الوطني، ناهيك عن الضوضاء والاضرار البيئيه، ارجو التعقيب، ارجو رفع اسس وعنوان. هذه بسيطه هاي. اوكي، فممكن تعقب دكتور عمار، ما أعرف عندك تعليق على أنه مولدات الشارع ذات كفاءة قليلة ما متسبب أضرار الاقتصاد الوطني. طبعاً ضوضاء، يعني فهي إحنا قلنا حلينا 500,000 تخلص من المولدة وفائدة أيضاً للإنفايرومنت. تعقيبك دكتور عمار إذا عندك شيء. طبعاً، وحتى حتى يعني نوعية الكهرباء اللي تجي من مولدات الشارع ضعيفة، يعني تأثر حتى على عمر الأجهزة الموجودة بالبيت. يعني وهذا أحد الأسباب، تتذكر اللي احنا تناقشنا بها بالبداية، احتمال الانفرتر الأون جريد حتى يربط ويا الشبكة يحتاج يشوف يعني شبكة فولتية وتردد يعني ضمن حد معين، وإلا يفصل. فهاي كان أحد الأسباب اللي احنا قلنا نستغني بها عن المولد. والمولد السيء أيضا يقلل عمر أجهزة البيت، معروف يعني. نعم،
تعليق آخر من أستاذ أياد، أعتقد أن واحدة من الإيجابيات الأساسية لهذا المشروع هو تقليل الحمل على شبكات الجهد العالي بالانتقال من الحمل المركز من المحطات إلى حمل تنتجه ألوف البيوت. إذا عندك تعقيب. طبعا هو من حيث التوفير بالكهرباء إيه، لكن من حيث السيطرة يعني اللي يسمون نتورك أوبريتر يعاني بصراحة، يعني لازم يسيطر على يعني ألوف التوصيلات من يسموها ديستريبيوتد سولر، وهاي كلها يعني عملية يسموها نون ديسباتشبل، ما تقدر تتوقعها وتعتمد على الفوركاست، فلازم يكون لازم تكون الشبكة قوية حتى يقدر يسيطر على الشبكة. لكن من حيث الفائدة إيه طبعا، لأن كل هذه الكهرباء راح تتولد راح تجيك من طاقة نظيفة، ما تحتاج تحرق يعني ناتشرال غاز أو شيء آخر عليها. بالإضافة لهذا فترة البيك راح تنزل، حتى حاليا يسموه داك كيرف، يعني اللود كيرف هذا ينقطع من النص من ساعات ال 12 الظهر وساعتين أو ثلاث ساعات على يعني بالاي ام والبي ام راح تنقطع خسفه تصير، فيصير مثل شكل بطه يعني يسموه دكر، فينتقل حمل الذروه اساسا من الظهر بالوحده او الثنتين او الثلاثه يصير بالليل، عند احكي على المناطق الحاره فاكيد يعني بفائده. وبالاضافه الى انه هاي الانفرترات كلها يعني بالاضافه الى انه هي تحول الدي سي الى اي سي، لكن الانفرترات هاي يسموها سمارت انفرترز، بها قابليه انه تسبورت النتورك، يعني تزيد من الريلايبلتي مال الشبكه، مثلا اذا زاد الفريكوانسي تسوي شيء معين، اذا قلت الفولتيه تسوي شيء معين، يعني مو بس تضخ كهرباء للشبكه وبس، فعباره عن مصدر اضافي للشبكه، بس يجب ان يحسن التعامل يعني انه يعني شيء غير تقليدي. شكرا دكتور. استاذ فارس تحكم على مولدات الشارع. تفضل. بالنسبه لمولدات الشارع اني اشوف انه هي ضروريه للعراق، لان حجم الاستثمار بها حجم كبير، 10,000 ميجا ليست بالقدر القليل، وكفاءه يمكن انه يحسن ادائها وليس الغائها. شكرا جزيلا. وكفاءتها هي ايضا ليست قليله، هي الكفاءة 50%، وأضرارها على البيئة يمكن تحسينها باستخدام الغاز، يعني مزيج الوقود غاز وديزل أو الديزل الحيوي. شكرا جزيلا. صحيح يا أستاذ سعد، ترى المش يعني هي ماكو ترى دولة بالعالم تستخدم مولدات شارع، يعني احنا هذا نموذج وراء 2003 رادوا حل سريع واستمر والناس تعلمت عليها، لكنه مو معناه أنه صحيح. اولا هي مضره بالبيئه جدا، ثانيا انقطاعات، صحيح تعطيك شويه سكيورتي لانه انت عندك جريد تعبانه، لكنه ما مو صحيح انه تخلي مولدات وضوضاء وكذا. ف المايكرو جريد في العالم كلها مولدات الديزل هي جزء منها، هم يعني هي جزء من مزيج الطاقه، اي بس المزيج مو براس الشارع، يعني المزيج يكون بعيد ما تشوفه ولا تسمعه. يمكن ان تتحسن، يمكن ان يحسن هذا النموذج وليس الغاء، لان هذا يعني استثمار كبير مو معقول ان تبدا بالشط 10,000 ميجا، يعني بينما يعني احنا نحاول نضيف للشبكه الوطنيه. إيه احنا يعني هذا خارج اطار، صحيح خارج اطار، بس هو الانفرتر اللي اقترحها اللي اختاريناه هو يشتغل مع المولدة، فإذا تريد تبقي المولدة ممكن، يعني ممكن تبقي المولدة إذا ما احنا بس افترضنا أنه أنت راح توفر فلوس المولدة بالنموذج الاقتصادي. شكرا أستاذ سعد. من دكتور عادل تحب تتفضل تتكلم لو تحب أنا أقرأ السؤال. تحية للجميع على هذا العمل الرائع. بالنسبة إلى منظومة التوجيه تستعمل رديني مدى أخراجين، ستقوم بتحسين كفاءة ولكن دكتور عادل إذا موجود تفضل، ما أدري السؤال شوية ما واضح. ألو
اي تفضل دكتور عادل. السلام عليكم. عليكم السلام. العفو دكتور عمار. نعم. بالنسبه لسؤال التراكينج اللي سأل بالبدايه حضرتك جاوبت. نعم. يعني حضرتك تضع المنظومه على منطقه الجنوب، على الجنوب يعني، وعلى على فرض انه الشمس تشرق، خلي افترض انه الساعه 6 الصبح بالصيف راح تكون شرقا، وتغرب الساعه 7 غربا، يعني لل 12 ونص يعني يلا توصل للجنوب، صحيح؟ فبال 12 يلا انا استثمر الطاقه كامله، ولكن لو طبقنا المنظومه التراكنج اللي قاعد تستخدم الان، يمكن منظومه الرادينيو وعلى تو اكسس، يعني يمين يسار وعلى اسفل، حتى اصل اسيطر على التراكنج مع الشمس، ما احتاج ان اثبتها نحو الجنوب. فأنا سؤالي هو يعني لا يعني انت يعني انت راح تدخل الجدول اللي هو مال حسابات الاي اللي هو سولار فلاكس، دخلته مال مثلا المنطقه بغداد مثلا، اخذت منطقه ودخلت الاي من الساعه بالستة مثلا الى الساعه بالسبعة. طيب انت مثل الساعه 6 عندي الاي الى قيمه، بس انت مخلي المنظومه نحو الجنوب، الاي راح يفرق عندك، بينما انت قاعد يعني بالحسابات راح تطلع عندك الاي كامله. لا لا مو هالشكل. التصميم ينحسب يعني احنا عدنا، ولذلك اخذنا السولار راديشن باي تايم، يعني السولار رادي يعني افترضنا انه احنا مواجهين الجنوب زين، وحاطين اللي يسموه بارانوميتر يقيس السولار راديشن. نعم. زين الساعه 6 الصبح الراديشن يدوب 50 واط على المتر المربع. يعني أنت ما تستخدم جداول، يعني ما تستخدم جداول جاهزة، تستخدم القياس. إيه يعني هو هاي القياسات حصلناها من مركز بحوث الطاقة الشمسية. خلاص أنت هاي محسوبة ماشي، بس أنت مثلا عندك ساعة 6 أنت خالها نحو الجنوب، بس مثل السؤال قاعد يقرأ مثلا 50، بس أنت ما تستثمر كله 50. لا هو شو اسمه، هو 50 درجة. إذا أنا مواجه الجنوب والشمس طالعة أنا راح أشوف بس 50. إذا أعكس الألواح أخليها تواجه الشرق، لا راح أشوف أكثر من 50. أشوف أكثر من 50. تأخذها كلها كاملة. 50 كاملة راح تأخذ. لا. أي بس نخليها نحو الجنوب ما راح تأخذها كاملة. هي بالحقيقة أكثر من 50. إذا أنا أواجه الألواح باتجاه الشرق راح أحصل أكثر من 50. بس إذا أنا أواجه الجنوب راح احصل بس 50 من السولار راديشن الموجود. لا هي 50، خلينا نفترضها ساعه بالستة الصبح 50، راح تشقد تستثمر من عندها اذا خليتها نحو الجنوب؟ اقل من 50. اي طبعا اذا هي 50 مو صحيح، فانت انت بينما بالحسابات دخلت الجدول 50 كامله، فراح يصير عندك خلل بالحسابات. لا 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 مو هالشكل، يعني أنا يعني اعتبرت أن أنت لا تفترض حتى تتوصل لشيء ثاني. بالحقيقة هو لا، إذا أنا أواجه الجنوب والشمس طالعة من الشرق ساعة 6 الصبح أحصل 20 أو 30، لكن من 50 من 50 من 50 بالضبط. أي من 50 فأنا حسبت هالشيء. أي هسه صح صحيح، هو هذا قصدي. بس إذا سوينا تراكينج راح يصير عندي نسبة من الطاقة تنصرف على المطارات الاثنين. فأني سؤالي هسه هنا هو إنه لو حققنا بين المطارات الاثنين اللي هو يمين يسار وأعلى أسفل وحصلنا تراكينج، الطاقة اللي حصلها أفضل لو أتركها نحو الجنوب وحتى أعوض هاي طاقة المطارات الاثنين تكون أفضل أيهما؟ يعني هو لا نربح تقريبا 30% أزيد، لكن بالتراكينج اي لكن المشكله صعب على سطح البيت واحد يحط تراكينج على يعني الجراوند ماونتد. اي تراكينج ماشي. انا حقيقة هو ايضا هم هو هنا سؤال، يعني انا شفت السؤال اسئله الاخوان كلها انه فوق سطح البيت، احنا ليش احنا حنسوي محطه في مكان مثلا في بغداد خارج بغداد وننقل الطاقه للبيوت؟ طبعا احنا مو يا ريت إيه؟ مثل ما يعني أنا مثل شوف فكرة مشروعكم هو إنه أنتم تسوون محطة في منطقة معزولة وتنقلون الطاقة إلى البيوت، مو هيك شيء؟ لو إنه كل بيت خليه فوق حاليا لا، إحنا حاليا بيت يعني بيت باي بيت،
بس لكن هذا الاقتراح اللي تقوله يعني هذا المفروض تتبنى هيئة الكهرباء، لأن يعني محطة بهالحجم لازم تربط بالجريد. نعم. والجريد يوزع، يعني احنا ما نملك شبكة التوزيع ولا نملك شبكة نقل. فمثل السلايد اللي عرضناه عن دبي اللي يستخدمون باور بلانت كبيرة بالميجاواتس يعني، ويربطوها للجريد وتكون حالها حال المحطات الثانية، عندهم على الثيرمال وعلى الغاز وعندهم على السولار هالشكل. طب يعني يا ريت تصير هالشكل. شكرا جزيلا دكتور. شكرا استاذ فارس. شكرا دكتور عادل، شكرا على السؤال. سؤال من استاذ اياد، دكتور عمر، في البداية التشويق هذا المشروع الحيوي سوف نواجه معارضة كبيرة نتيجة تضارب مصالح مع جهات اخرى. سؤالي، ما هو أصغر نموذج تجاري ممكن واقتصادي؟ ويؤيد أيضا أستاذ محمد قزاز نفس السؤال. هو هذا أعتقد، يعني إحنا أخذنا يا دوب بيت صغير 15 أمبير، حتى يعني الحمل اللي افترضناه متواضع جدا. يعني حتى أنا هسه بدبي أصغر منظومة تتركب على بيوت هي 4 كيلو فما فوق. استاذ، لا استاذ دكتور عمار، يعني انا قصدي من ناحيه تجاريه كمشروع، يعني تدري راح نتفاوض مع مجهزين وراح نتفاوض مع شركه كونستراكشن. اي من هالناحيه يعني. اي نعم، من هالناحيه احنا اذا يعني ذاك الوقت لازم مثل هنا مطور يجي يستلم 400 500 فيلا، كل فيلا يحط عليها 5 كيلو واط، هاي كلها يعتبرها مشروع واحد. 500 بيت يضربها في 5 كيلو وات تطلع 2.5 ميجا وات، كلها هذه قدمها مشروع واحد. فطبعا تطلع يعني من نروح نتفاوض ويا بنك نقول له والله احنا نريد حتى هذا الاوفر اللي حصلنا، قالوا اذا تشترون من 10 منظومات فما فوق نعطيكم ديسكاونت اقل شيء 10%، هذا العرض اللي حصلناه من الشركه. فاحنا يعني كيونت وحده هي 4 كيلو وات، لكن ما راح نروح نشتري وحده، راح نروح نشتري مجموعة يعني جروب فد 20 30 40 100 منظومة. وإذا حصلنا أكثر بالمئات أو بالآلاف طبعا راح نحصل يعني فرص أكثر من مال تمويل. شكرا أستاذ. شكرا. أنا بس أحب أضيف أي نقطة مهمة الحقيقة نسيت، اللي عنده رغبة يريد يحبي يعني واحدة من المنظومات، إحنا نحاول نجمع 10 منظومات. فإذا تريدون تسجلون أسماءكم يم الجماعة اللجنة المالية، نشوف بعدين احنا راح نناقشها باللجنة الإدارية إذا أكو رغبة في، يعني إذا أكو جماعة موجودين من طرف التجمع من طرف الضيوف. إذا عشر نحاول احنا يعني ما نقدر نوعدكم، بس نحاول أنه إذا صارت 10 منظومات نشوف شلون يعني هذا السعر يجوز همنا شوي أقل يصير. فإذا اللي يحب يعني خلي يسجل اسمه إذا تريدون يعني عندكم رغبة يم اللجنة المالية. السؤال الآخر من أستاذ سليم دوهان، جهود مباركة، سؤالي هل تم احتساب تعويض قدرات الألواح التي قد تتعرض لضرر بسبب الأجسام الصلبة المتساقطة كالإطلاقات النارية وما أكثرها في العراق؟ مع الشكر. هاي عندك انت حسبت شيء؟ لا احنا ما اعتقد حسبنا. انا ما حسبت، بس اعلق شيء واحد، يعني هو البانل حاليا مو غالي، يعني البانل هذا اللي لقيناه سعره حدود 100 دولار او 100 وشويه. فاذا يعني كم احتماليه توقع طلقه على البيت؟ يعني واحد مثلا 1% ممكن نضيفها على الريسك، 2% هذا يعني ما يغطي الورنتي. مو ما يغطي الورنتي؟ لا طبعا ما يغطي، بس مثل ما واحد عنده سياره، يعني هل واحد يفكر عنده سياره راح توقع عليها طلقه مثلا؟ صحيح. بس اذا صارت راح توقع على بانل واحد مثلا، البانل هذا سعره مو غالي، يتراوح 100 دولار شويه ازيد في أسوأ الحالات، ممكن يشيله يحط واحد بمكانه، عمليه التبديل سهله جدا. صحيح. إذا صارت هاي. فدكتور عمار يعني الفنل كله يتلف من توقع الطلقة، يعني جرف واحد لا يحتمل ما يتلف، بس نفترض يعني ممكن أعتقد هو متكون من عدة خلايا، طب ممكن صحيح. بعض الخلايا يتم
يعني الغاها ويبقى البانل يشتغل بكفاءة شوية أقل يعني. تمام صحيح. شكرا. سؤال أستاذ سليم، ما أدري إذا تحب تسوي أنا ميوت وجاوبنا سؤالك. أعتقد جاوبنا السؤال. أستاذ فارس قريت جوزيف كاتب. شكرا جزيلا أستاذ، شكرا جزيلا. أستاذ جوزيف تفضل، ممنون عيني، أهلا وسهلا أستاذ سليم. الله يسلمك. أستاذ جوزيف تفضل، عندك تعليق؟ أي نعم أستاذ. أول شيء أنا أشكرك أستاذ فارس على إدارة هذه المحاضرة بشكل رائع جدا. ممنون. وشكر موصول إلى الأخ سعاد وإلى دكتور عمار. بديت أحس أنا بالنسبة لي إنه الحلم بدأ يتحقق. أول شيء من خلال هاي التوعية. ودا أشوف الأفق أن إن شاء الله يكون مثمر بجهود الآخرين حيتعاملون ويانا إن شاء الله. تأكيد. بس حقيقة اللي طمئن الأساتذة الحضور واللي يقودون الدراسة واللي مهتمين بها واللي ينتظرون النتائج، إنه أكو جوانب أخرى سيتم إغناؤها، ألا وهي إنه مع استخدام هذه البدائل أو هذا البديل رائع جداً راح يصير توعية باتجاه استخدام العوازل في الأبنية الحديثة اللي أي واحد يبني بيته مستقبلاً خلي في باله إنه أكو طاقة متجددة، فلازم يضيف في خطة بناء البيت يضيف مسألة وجود عوازل، لأنه هالعوازل راح تقلل استهلاك الطاقة من خلال تقليل الحمل الحراري من خلال التبريد أو تقليل هروب الحرارة من خلال التدفئة. أيضا سيتم توعية الناس باستخدام الأنظمة الذكية Smart System في استخدام وتوفير الطاقة الخاصة بالإنارة، وفي أيضا الأنظمة الذكية في التحكم بدرجات الحرارة Set Point للمكيفات، لأنه بالنسبة لنا حقيقة مثل إذا واحد عنده جناحين، جناح خاص للنوم وجناح خاص للاستقبال، وأوتوماتيكياً الأنظمة الذكية راح تختار سيت بوينت عالي للتكييف موجود لغرف النوم أثناء النهار و... قطع الكهرباء، قطع عند الانترنت يمكن او الكهرباء، قطع الكهرباء هاي واحده من ايجابيات الشبكه مالتنا. فاذا انا بس اختصر لانه اخاف يجي قطع اخر، اقول انه نوعي الناس ايضا بشكل موازي الى مساله العوازل ومساله انظمه الانظمه الذكيه، كذلك خلي يكون في بالنا انه في السنين القادمه راح تجي تظهر عندنا السيارات الكهربائيه. السياره الكهربائيه من تنشحن من البيت اللي يكون به طاقه شمسيه، معناه انه انا اصبحت كلها في النقل عندي اصبحت تقريبا تساوي صفر. اكرر الشكر لكل الناس اللي حضروا واللي يشجعونا واللي الناس اللي راح تساهم ان شاء الله بالايام الجايه. ممنون للجميع. شكرا استاذ جوزيف، بارك الله بك، انت الحقيقه صاحب الفكره وانت يعني المحرك لهذا المشروع بالبدايه وعضو فعال في لجنه الدراسات. سؤال من استاذ مؤيد، مهندس مؤيد تفضل، لانه شويه السؤال ما واضح. لا انا افتهمت السؤال اقدر اجاوب عليه. تفضل. هو شنو السؤال؟ أو شيء أقرأ السؤال لأنه الجماعة يخاف ما قرأوا. السؤال يقول أنه يعني الأخ مهيد يقول الهند قرأ أنه عندهم يعني محطات توليد باور بلانت بالسولر قدرتها 650 ميجاوات، فيريد يعرف الإنفرترات كيف يعني، يعني كيف راح يكون، هل إنفرترات صغيرة؟ طبعا بالباور بلانت اللي من هالنوع الإنفرتر يسموه سنترال إنفرتر. طبعا عندنا احنا string inverters و central inverters. string inverters اللي هاي صغيرة يعني حجمها او سعتها توصل 10 كيلو وات، هسه حاليا موجود توصل 100 كيلو وات يسموها string inverters. عليكم السلام، احكي اكمل. اوكي، فالcentral inverters
سعتها تكون 1 ميجا واط فما فوق، او 1 ام في اي فما فوق، توصل الى 2 ميجا واط 4 ميجا واط. وهسه حتى طالعه انواع جديده انفرتر وانتجريتد ويا مجموعه باتري سيستم، لانه بالباور بلانت تطلع مشكله جديده. يعني مثلا انت عندك رابط خلينا نقول 500 ميجا واط ولا 1 جيجا واط سولار، وجتك عاصفه ترابيه او غيمه، خلال يعني اقل من دقيقه راح يطير عندك 600 ميجا واط من الشبكه. ايش تسوي؟ يعني هاي اساسا يحتاج لها يعني اشياء اخرى، دراسات اخرى، هذه بها فوركاست وبها يشوف لك سرعه التوربين جنريترز، لازم يكون الرامبينج اب اسرع من الرامبينج داون، يعني تدخل بهواي تفاصيل. فهم حتى يحلون هذا الموضوع طالع جيل جديد من الانفرترات هسه السنترال، هو مربوط ويا باتري سيستم، وكل ما يصير دروب مفاجئ راسا الباتري سيستم يدخل فتره طبعا سريع جدا يعوض هذا الشيء. فبالباور بلانس الكبيره الانفرترات غير شكل، اللي هي قلنا سنترال انفرترز توصل سعتها توصل 3 4 ام في اي للواحد. شكرا دكتور، ما ادري جاوبناك مهندس مؤيد، اذا عندك اي سؤال. نعم استاذ، بالنسبه للانفرتر السلام عليكم، عفوا ممنون على هالمحاضره القيمه، ولو اني كنت على سفر ما حضرتها من البدايه انا اعتذر. ان شاء الله ان شاء الله يدزوا لك التسجيل اذا تحب. إيه. انا حقيقه يعني باشراف استاذ جواد اشتغلنا في دراسه معينه في فرع توزيع كهرباء كربلاء، فكان سجلت بعض الداتا، كانت ثلاث خلايا ربطناهم توالي، ثم جبنا مجموعه ثانيه ربطنا ربط مشترك توازي، وراقبت في الداتا خلال فتره من الزمن تاثير درجه الحراره، تاثير يعني مو هين، الغيم من يمر يكون اكو تقطع بالفولتيه، اثرت عندي تقريبا درجه الحراره فرق 30 فولت بثلاث خلايا. يعني شيكت انه الصوديوم كذلك شيكته بدل الشمس، هم كان له توليد فرق 10 فولت، اكو فداتا معينه ما اريد ادخل بتفاصيلها، بس احنا نشوف العكس، هي مجرد 4 امبير حاطين يمكن 7 الى 8 ترانزستور موسفيت للباورات مثل ما يسموها بالعام يعني بالعاميه. فاقول اذا انا دا ولد 650 ميجا وات شلون راح يكون هذا الترانزستور بها حجم؟ كان هذا سؤالي على الدارة الإلكترونية، شلون ممكن تكون، ولو احنا هذا مو موضوعنا وندخل بالتفاصيل، بس كمعلومة عامة. والإشعاع هم دزيت سؤال، ما عرفت يعني اكو مديات بالعالم على الإشعاع، ما اعرف العراق يعني اللي ادري بانه يعني الإشعاع بي مو تمام، يعني اكو مناطق اعلى من عندنا بالتوليد، لان تعتبر هي الخلية جنريشن. صح دكتور عمار تفضل. اي الانفرترات مثل ما قلنا انفرترات، طبعا هو الانفرتر ما راح فرضا انفرتر 1 ميجا واط ما راح يحط لك ترانزستور 1 ميجا واط، الانفرتر نفسه هذا بي ستيجز او ملتي ستيجز او بي يونتس مقسم هو من الداخل، وال 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 وال, وال, وال يسموها السويتشنج اليمنتس او الباور سيركت اللي تسوي السويتشنج، يستخدمون موسفيت، يستخدمون اي جي تيز، وعملية توليد الكهرباء هو يعني التقطيع هي بالبلس ويد موديليشن، يقسموها يونتس، كل يونت بحجم ترانزستور معين ينضاف ويا يونت ثاني، ينضاف ويا يونت ثالث، الى ان يطلع الواحد ميجا واط مثلا او الاثنين ميجا واط اللي بالانفرتر الواحد. استاذ فارس ترينت الدي سي ما ممكن يدخل على محوله يعني رابعه، لا مو دي سي، مو دي سي، فريكوانسي صفر يعني. اي طبعا انا دا احكي على السويتشنج سيركت، هو يجي يعني لازم اللي ينتج من الالواح قبل يدخل على الانفرتر بعدين يدخل على الترانسفورمر. اي طبعا اي نعم، هذا انا قصدي يعني اقول هاي الفولتيه يعني اللي مجموع يكون في فولتيه عاليه، والدي سي تدري بي يعني تيار يعني ياثر على التوصيلات ككونكشن. الانفرترات هذه مصممه ال الدي سي فولتج اللي تدخل لها اب تو 1500 فولت. زين؟ نعم. يعني ممكن تربط عليها الواح توصل الباور مالها 1500 فولت. وطبعا حتى تدخل على تقطيع وبعدين تتقطع وتدخل على سموثنج وبعدين تروح على محوله.
أما بالنسبة للتأثير الحرارة ما أعرف السؤال الثاني كان إيه تأثير الحرارة صح تأثر ارتفاع درجات الحرارة وبالنسبة للتقطيع اللي يصير لما تمر غيمة أو شيء هذا محسوب طبعا أي محسوب إذا عندك إحنا لأن أخذنا معلومات صحيحة مع الإشعاع الشمسي صح إحنا كملنا الجابس اللي بيها بس إحنا عادة نأخذ معلومات الإشعاع الشمسي حصلناها طبعا ساعة ساعة طبعاً كان نتمنى لو نحصل مثلاً كل 10 دقائق فأي يعني تغير بسبب غيمة ولا بسبب تراب ولا بسبب كذا يطلع هالشكل vibrations فإحنا أنا كل هذا الغائم جزئي ممكن تشرق و تمام يعني إيه فأنت عندك أيام الكهرباء بيها يعني تشوف هذا يعني هو شكلها شكل مثل الموجة الجيبية شروق بعدين يوصل للبيك بالنون تايم بعدين ينزل للصفر هذا الكلير سكاي إذا كان كلير سكاي إذا عندك غائم أو غائم جزئي راح يطلع لك مشوه هذا فإحنا هذا كله أخذنا نظر الاعتبار وفائدة البطارية هنا تطلع لما عندك انخفاض بالإشعاع الشمسي البطارية تعوضه وإذا عندك شبكة موجودة والبطارية ما قدرت تعوض الشبكة تعوض هالشكل يعني واحد يعوض الثاني الحقيقة السبريدشيت اللي أنا يعني اللي اشتغل عليه الحقيقة معقد جدا يعني موديل جدا معقد وأخذ كل هاي العوامل بنظر الاعتبار إضافة إلى عوامل كثيرة أخرى يعني ما ذكرناها اليوم لأنه اليوم هي محاضرة عامة الحقيقة مو محاضرة تخصصية واضح استاذ مويد عندك بعد شيء لا ممنون جدا حاضرين احنا استاذ كمال تفضل عندك تعقيب استاذ كمال السلام عليكم عليكم السلام اهلا لا على موضوع سطح البيوت بالعراق وحتى لا كانت مشتمل احنا نعرف انه السطح يحتوي على مثلا الروف تانك البوستر بامب الاوتدور يونت مال الاي سي احنا ممكن نستخدم هذه الالواح تكون كمظله لها يعني ما تاخذ مساحه بالعكس تنطينا فائده يعني نعملها الالواح الشمسيه نعملها كمظله لهذه الامور اللي موجوده اصلا اللي هي الاجباريه اللي هي الخزان المائي مثلا يكون فوقها الالواح الشمسيه تكون مظله للخزان المائي او الاوتدور يونت تزيد كفاءه الاوتدور يونت للاي سي هذا شيء كمقترح بدل ما تكون هي عائق تكون فائده فيها نعم شكرا انا عندي تعليق ما ادري اذا دكتور عمار اللي يعلق ورايا بس الالواح لازم حسب الكود الهندسي لازم تثبت يعني بالشتايجر لانه اذا اجت هويه قويه هاي تطير يعني وتاذي واحد فهذه لازم نسوي لها بلاتفورم اي يعني اذا اكثر من 70 باو انا اعتقد الكود هيك في الشيء لازم تثبت استاذ فارس نسوي لها بلاتفورم مثل يعني تصير كمظله اي مثل جراج يعني اي يعني بلاتفورم يعني مثل تشكر بليت ونثبتها عليه ليش لا ليش لا ما يضيف الكلفه شويه احنا شويه ابتعدنا عن هذا الشيء ثانيا اخاف اي صحيح كلامك يتفيد طبعا بس الصيانه لليونت هذه شلون هالمره الصيانه عندك اذا تسوي صيانه يعني هي مثل ما قلت لك من تصير مظله فوق نخلي لها درج يعني كتله جانبيه ويصعد لها واحد للتنظيف صحيح اي هاي ممتاز دكتور عمار تفضل اذا عندك تعليق لا ما عندي يصير يعني اتذكر كان عندنا منظومه بابو ظبي بس كانت هذيك على القاع مركبه سوينا لها درج وخزان مي صغير وبامب ومدينا بايبات هالشكل والبايبات طلعنا بها فتحات بحيث يصعد المنظف فوق ياخذ له صنده بها هوز ويربطها بالمكان الحاطي يغسلها ينظفها بعدين يطلع على الهوز يودي لغير مكان هالشكل خوش فكره ليش لا دكتور عمار يعني استاذ كمال افكارك دائما ممتازه الحقيقه استاذ فارس عفوا استاذ فارس اسمح لي تفضل لا استاذ فارس فكره استاذ كمال ايضا كان اكو مشروع بالجامعه الامريكيه بالسليمانيه كان اكو احد اكستنشنز مع مختبرات مع الجامعه نعم كان عندهم هذه السولار سيلز خلوها فوق المبنى
حققوا الشغلتين، حققوا السولار انرجي وحققوا ايضا شيدينج فوق الروف اللي بحد ذاته هو سوى تخفيض بالهيت لود كاباسيتي للتبريد. فاذا نحن ضربنا عصفورين في حجر، قللنا الحمل التبريد، وبنفس الوقت كان عندنا مساحه متاحه لتزويد الطاقه. ففكره جيده جدا، وايضا تضاف فوق درجات مع السيارات ايضا. صحيح جزيلا استاذ. صحيح صحيح، احنا متفقين وياكم، احسنتم. انا يمكن بعد ما عندي بعد اسئله، اذا عندكم اي واحد عنده سؤال سوي انا ميوت، تفضلوا. استاذ فارس، انا عندي سؤال اخير بالنسبه للانفرتر. ايش قد اقصى حد من الالواح الشمسيه ممكن اضافتها، او الى حد كم امبير ساعه؟ دكتور عمار تفضل. هو الانفرتر عاده هذا يحسبوه دي سي اي سي ريشيو. الدي سي اي سي ريشيو مثلا اذا خلينا نقول عاده هي 1 تو 1. اذا عندك 1 كيلو وات بيك سولر تحط 1 كي في اي انفرتر، لكن النسبه هاي ممكن يزيدوها يعني بلس ماينس 20%. فخلي نقول اذا الانفرتر احنا مستخدميه 4 كيلو وات، يعني ممكن نحط عليه بانلز 4 كيلو وات في 1.2 نربط عليه وهكذا. فهاي يسموها الدي سي اي سي ريشيو. يعني قصدي اذا واحد يعني زياده مثلا يضاعف المنظومه يحتاج يبدل الانفرتر لو لا؟ هو الانفرتر بي مثل تشوبينج، يعني مو تشوبينج بالحقيقه. اذا خلينا نقول ربطت الواح حتى هسه احنا حاطين 4 الانفرتر مالتنا 4 كيلو وات، فرضا حطيت الواح 5 كيلو وات اوكي 6 كيلو وات، بس اكثر من هذا ما يصير لانه راح تخسر. بس عاده من تحط الواح 5 كيلو وات هاي لما الاشعاع الشمسي 1000 واط على المتر المربع، اللي هي هاي اذا صارت فتصير فترة قليلة باليوم، وبافتراض درجة الحرارة درجة حرارة الخلية 25 درجة اللي هي أيضا قليلة جدا. فعادة تكون يعني إذا تحطها 1 to 1 الانفرتر دائما يشتغل مسيطر. فإذا تريد الأربعة كيلوات هاي إذا تريد تزيد الطاقة شوية تقدر تحط عليها ألواح يعني خلي نقول up to 5.5 كيلوات. إذا تريد تزيد أكثر لازم تصعد الانفرتر لان تخسر. هاي بالمواصفات مال الانفرتر مو صحيح؟ اي راح تجي ساعات الانفرتر يضطر الانفرتر طبعا ما يحترق بس شنو الى حد طبعا، لكنه يقلل الباور اللي جايه من الانفرتر اذا كانت اقصى من الريتنج ماله. صحيح، ياخذ على قد حاجته. شكرا دكتور. انت دائما حط نفسك بالدي سي اي سي ريشيو، هي 1 تو 1 بلس ماينس 20% بين الثنين. شكرا استاذ همام، ما جاوبناك. نعم احسن. بعد اكو احد عنده سؤال يا جماعه؟ في ختام الحلقه اليوم، في ختام المحاضره، نشكر الجميع، نشكر الضيوف، شرفنا بحضوركم، ونشكر جميع اعضاء التجمع. إن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة، وإن شاء الله في محاضرات أيضا على نفس المستوى وأحسن. ونشكر الجميع اللي ساندوا التجمع. شكرا جزيلا جميع، بارك الله فيكم. ممنوني. بارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم. شكرا. مع السلامة. شكرا جزيلا، جهود مباركة إن شاء الله. شكرا، ممنونين. استاذ فارس تسمعني؟ نعم تفضل. رجعني هو استلام التاج بعد ما عندك شيء. راح اوقف التسجيل مو؟ اي وقف ورجع لي الهوست. رجع لك كل هذا اوكي.